ممكن نتعرف وندردش وياك شوي 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 ونبحث وندور ونفتش عنك كل شيء. حياك يا راعي المكان، كلها ترى ساعة زمان، في كم سؤال بنسألك بس نطلبك عطنا الأمان. أشياء ما حد عنها سأل ونبي وعد ما في زعل، الضحكة غايتنا معا في جو خالي من الملل. زمن على ما هي، بس قولي 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 والله تقولين اللي بخاطرك قولي. لا قاعد اتكلم اختك. انزين نعيد نعيد، ايش رايك نعيد 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 المقدمه؟ يلا كلمي اختك بسرعه. يا سكت ابيها صدق، دزي لها فويس نوت. اوكي اوكي لحظه. اوكي جروب جر عربانتك لحظه. اهلا بك. انزين الناس اللي بالاذاعه ايش ذنبهم؟ انزين هدي تلف، سجلوا اللقاء، سجلوا سجلوه. ها راح يوصل خواتي، راح يوصل لك اللينك اول ما تخلص يا بعد قلبي. والله مشكور ما قصرت. انزين ابلش برنامج مره ثانيه. يلا اوكي. شلون بتكون هي شايبي عندي بالمحطه اذا ما صارت كل هالعفسه؟ شلون عين؟ يلا في زمن الناس صارت تتعرف عليك من أذونها بدون لا تتعرف عليك بعيونها، في زمن صارت الناس تتعرف عليك باللي تسمعه عنك بدون لا تعطيك فرصة بأن هي تعرفك حقا، قلنا بأن احنا بيكون في عندنا برنامج اسمه ممكن نتعرف، نتعرف على الناس بالطريقة الصح ونعطيهم الفرصة الصح في أن الناس تعرف كل شيء عنهم وكل تفاصيلهم وكل شخصياتهم وكل ما يعني يكون متعلق فيهم من قريب أو من بعيد، نعطيهم فرصة بأن أنت وتشوفون الإنسان اللي موجود فيهم والشخصية الحقيقية بعيدا عن أي أدوار كوميدية أو بعيدا عن أي أدوار تراجيدية أو بعيدا عن أي مسرح أو أي سناب شات أو إنستغرام أو غيره، وبعيدا عن هوس السوشيال ميديا اللي أذى كثير من الناس وخلاهم يحكمون على الناس بناء على اللي يسمعون عنهم بدون لا يعطونهم فرصة في أنهم يتأكدون إذا كان كلامهم جد ولا غلط. فعشان كذي ضيفتي اليوم داخل استوديو مارينا اف ام، بالنسبة لي واحدة من أكثر الناس اللي تم الحكم عليها بشكل سلبي في وايد مواقف، فصدق اليوم ودي أتعرف عليها. هيونا ممكن نتعرف؟ والله أنت مو أول لقاء هذا. تعرفني عدل، بس الشاب اللطيف رجلي أباضة يمكن أول مرة. لا هذا معاي 5 سنين وهي معاي 4 سنين. لا فطومة والله. أول مرة أشوفها. دانا. دانا أوكي أوكي. رجلي أباضة؟ رجلي أباضة 5 سنين. إيه ما شفتهم ذيك المرة. لأن كنت أخشهم. صدق والله؟ صدق والله؟ It's okay. Okay baby. Come on baby. What's up nigga baby. لا 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 لا. هيون. هلا بهزول. أهلا وسهلا. هلا. هلا وغلا. حبيبي. نورت 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 نورت. الغالي والعزيز هاني الطباخ نورتنا داخل استديو مارينا اف ام. وهيون. بس طالع عيون قامت تتسبل له بعيونها. هو ويانا؟ هي هو مو ويانا، هو جاي مفاجئك وياي حضر علشانك. قول والله. والله. بالعيال ما اقدر عليك. اليوم احتاج جد الناس تتعرف على هيا شعيبي جد، بعيد عن اي نوع من انواع الكوميديا، بعيد عن اي نوع من انواع السوالف، بعيد عن كل شيء، ابي اليوم الناس تعرف هيا شعيبي منو؟ هيا شعيبي انسانة عادية. بنت شعيبي تحب بيتها، تحب عيالها، 24 ساعة بالمطبخ، صراخ على عيالها، وقت الدراسة درسها وطاخ وطيخ كأي أم عادية في البيت. أوكي. هي شعيبي إنسانة من داخل، رحومة من داخل، فزاعة من داخل حق ربعها. هي شعيبي ما ترضى بالغلط، ما ترضى بالظلم، مسامحة دائما. يعني بعد فترة أسامح وأنا فعلا بشهر رمضان أي حد عنده مشكلة معاي طلعت وقلت أنا مسامحة الجميع، أنا مسامحة الجميع. فهذه هي شعيبي والناس كلها تحبها، من كبير من صغير من ياهال الحمد لله. وأكثر متابعيني بالسناب، خلينا نفتح السناب ونشوفه على الملأ أول مرة. أنا ما أحب أوري أحد. أوكي. بس أنت أولادنا وأخونا وصديقنا. ما تقصرين. في شيء اسمه الدعم.
صح ولا أنا غلطانة؟ صح. الدعم يقول إن أنا خلي يقراها. منو يقراها؟ رشدي أباظة. رشدي أباظة يقراها. رشدي أباظة لا عطوني إياها أنا أقراها. إيه؟ علشان بعد ما حد يقول باكر إنه قاعد ألف. زايد ولا شيء؟ إيه ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله. أسبوعيا عندك 3.7 مليون مشاهد. الحمد لله. شهريا عندك 10.9 مليون مشاهد. لا إله إلا الله بخور بخور. عادة معدل مشاهداتها يا شعيبي بسناب شات يوميا يوصل إلى 500,000 مشاهد. أول مرة أعلن. 25% منهم رجال و 75% منهم سيدات. سيدات إحنا نبي السيدات أبوي. الأعمار السيدات. أكثر الأعمار اللي يتابعونها يا شعيبي هم ما بين 25 سنة إلى 34 سنة. أيوة طبعا كلها من سن. لا بعد فيه بس شوية نصب عليه السناب لأن أنا المجموعة الكبيرة اللي تتابعني والله العظيم من 50 وفوق ما شاء الله تبارك والله الله. العظيم ورب الكعبة. صادقة. أول مرة أعلن على الهواء مشاهدتي بالسناب. تستاهلين كل خير. إيه؟ والله يزيد محبينك. الله يسلمك. طبعا المفروض أني أكون وصلت 5 مليون بالإنستغرام لكن تعارف يعني وقت أني تهكرت. صح. فمفروض أني أوصل 5 مليون وما فوق يعني. لكن عدت الإنستغرام وربعي وحبيباتي ما قصروا ودعموني. أولهم الهام الفضالة دعمتني بالإنستغرام. ما تقصروا. أيوة والله حبيبتي بعد عيني قلت الهام تهكر حسابي لحقيني كانت تقول الحين أنزله وما خلتني. هي على فاطمة الصفي على محمود بوشهري هيون. فالحمد لله أنت محبوبة. الله يخليك. خليني أبلش يلا. مع أول كوب قهوة منو انتي؟ هيا اليوم نبي نتعرف عليك بطريقة غير. أول شيء قولي لي اسمك الثلاثي، تاريخ ميلادك، برجك وطولك وفصيلة دمك. باي باي ترى متزوجة وعندي 4 ياهال. من قال لك اني خطابة؟ ما أدري عنك. هذه معلومات عنك نبي نعرفها. أمون هاني أمون. يا بعد راسي انت والله العظيم يا بعد راسي. قام يقعد معاي ترى بكل مقابلة عشان تكونون بالصورة عشان بعد ما نعيد اللي راح. هيون احنا هني لا نقبل المقارنه مع اي احد ثاني انت عارفه. تفضل. طبعا انا اسمي هي جمال علي عبد الله محمد الشعيبي. ومليونين آل شعيبي. اهلي وايد طبعا لنا فروع وايد. مواليد 1979. 38 عمري ولا 37؟ ها 39. لا 38. والله انزين. والله 39. المهم يا شباب بعد لازم احققها خلنا الحق على عمري ما يندرى. المهم متزوجه. يعني كنت متزوجه من رجل وانفصلت عنه جبت منه فهد. يعني لكن الزواج الحقيقي اللي صار بحياتي هو هاني الطباخ. اوكي ومليون نعم بالغالي هاني الطباخ. جبت منه ثلاثه. فطومه ام لسان بنتي. هيوش عيب صغيره. جميكة الروح الحرية. شنو؟ سكينة جميكة جمال. جمال إيه أوكي جميكة. فاطمة اسم أمي. جمال اسم أبوي. سكينة. سكينة الروح اسم أم هاني. ومليونين نعم. وفهد ولدي العود اللي مسميه والدي الله يرحمه. الله يرحمه برحمة الواسعة. هيونة أنت يمسمينك على منو؟ أنا يدتي أيام قبل النفط. أي أمي هي العودة. أم يدتي. أمي ربيع الله يرحمها أمها اسمها هي. أي. انا اسمي كافي ان بنت بطنها هيا. ومليون نعم. كويتي. ومليون نعم. هيا. ومليون نعم. تدرين ان احنا ما نطالع اي نوع من انواع الفروقات باي شكل من الاشكال. انت اليوم انسانه ناجحه بمقاييس وايد كبيره. بس في وايد ناس يقولون ليه الحين ما نعرف هيا بدون لا تغشمر. ليه الحين ما نعرف هيا بدون لا تضحك، بدون لا تحول الموضوع نكته، بدون لا تحول الموضوع قطات. نبي نعرف هيا. فقلت لهم اليوم تحدي عندي باني اعرفكم على هيا شعيبي. هيا شعيبي بدون اي نوع من انواع ال- 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 الكوميديا. طبعا هي الكوميديا بدمك وانت عندك الكوميديا مو شرط تكون بالقطات كثر ما أن أحيانا تكون كوميديا موقف على الموقف اللي تشوفينه قدامك. اخذي راحتك هيا اليوم في البرنامج. أبي الناس يعرفونك وانت عرف عليك بالشكل اللي انت يتبينه بدون لا أي شخص داخل استديو مارينا يفرض عليك أي نوع من أنواع الضغط. اتفقنا؟ اتفقنا. هيا شنو ترتيبك بالبيت؟ بين أخوانك؟ أنا الكبيرة البتشر. أنا اللي مربية ما شاء الله. ايش كثر عندك أخوان وخوات؟ احنا كلنا ستة تبارك الرحمن. مات واحد الله يرحمه برحمته الواسعة. احنا ستة. اساميهم هيا. فهد نورة ثامر سارة لميس. ومليون النعم فيهم كلهم. حسيتي انك تحملتي مسؤولية التربية؟ وايد صج. اي انا ام قبل لا اصير ام صجية. شلون؟
أنا والدي الله يرحمه كان مساعد طيار حربي، فدروا عنه ربعنا اللي دشوا علينا، فوايد طقوا عذبوا شالوا، كان أسير أبوي لما دروا عنه. فأبوي ورا الغزو تعب ترى، مو أبوي الأولي، خصوصا أن أبوي كانت أضاف الريلة مشلعه وهو في سكر، كان يعري أبوي، كان تعبان 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 حيل من ورا الغزو، لأن أبهاتنا اللي واجهوا الغزو الكويتي وايد تعبوا، مو شوية، يمكن أنتوا كلكم تدرون بهالموضوع، صح، المقاومات، التوزيعات، الطق اللي شافه أبوي واخذ منه مرتين. أول مرة أسبوعين خذوا وردوا، الثانية لا طول طول أبوي، يعني لما قطوا عندنا كله دمامين طاقين ومش عارف إيش. فبعد الغزو لما صار التحرير أبوي وايد كان تعبان، وايد ما نكذب على بعض، أوكي، في أمور وايد صارت مع والدي وايد. ف المايك قال من ميكروفوني، اي ميكروفون، اوكي، ايوه عادي اقول على الهواء ترى احنا فري يعني، اوكي انزين. اي ف ابوي تعب، اضطريت اني انا ما اكمل شويه دراسه، اضطريت اني اوقف مع امي. امي انا اسميها المراه الحديديه بالنسبه لي، لان امي وايد واجهت متاعب، واجهت صعوبات بحياتها، واجهت وايد امور كانت تتعلق فيني. يعني احس ان انا وامي خوات ترى، مو ام وبنتها، لان امي تزوجت عمرها 14 15 سنه، جابتني انا بحضنها عمرها يمكن 16 17 سنه، فكني اختها. انت هاوش اصرخ ساعات انسى انا امي. ف يعني في اشياء وايد وانا ياهل انحرمت منها وايد. مثل شنو؟ انا لليوم هذا احب الالعاب. ليش احب الالعاب؟ ليش؟ لانه انحرمت من موضوع الالعاب وكذي، وهذا المراهقه، سن المراهقه، البنيه تلبس ملابس جديده، تكشخ وتروح تيي. فابوي لما كان تعبان كانت يدتي شويه شايلتنا بالمسؤوليه مع امي. امي ما تدري لما جابت اخواني انها بتمر بهالازمات الماديه، المتاعب هذه كلها ما تدري. فسته عليها وهي مرة وبروحها، ويدتي شوية شوية الله يرحمها، يعني هم أبوي كان وحيدها، فيعني أنا أقولها ما أستحي، قولي، ولا يعني فيها عيبة. أنا خلي الناس تعرف عليك، اللي بيعرف ماكو أحد انولد من السماء نزل مليونير طبعاً، ولا أحد يعني 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 يمكن الناس اللي عندها فلوس تبي تعيش عيالها في هالمادة هذه، ممكن صح عندكم، بس في غيركم لا، في غيركم ما عنده، ما يقدر يوفر حق عياله كل شيء. أنا بنية مريت بهالمرحلة، قلت حق أمي كلمة، قلت يما أنا اللي انحرمت منه، واللي أنا لبست عقب الناس وكليت عقب الناس وعشت الحياة هذه كلها، ما بإخواني يعيشون نفسي. وبالفعل أنا جادة أنا أمي، فأمي دعمتني لما مثلت، أبوي ما كان راضي، أمي وقفت له، قالت له حالتنا المادية تعبانة، قالت له والبنية عندها موهبة وتحب التمثيل، كنت أمثل حتى بالشارع على راعي البقالة، أمثل بالمدرسة، أمثل في حياتي بكل شيء، أحب التمثيل كنت. اللي دعمني، اللي دعمني وقف يمي طلال بلوشي، أخو هند ومرام ما أنساها له، ومليونين طلال وبس، ما في أحد غيره. طلال خذاني من إيدي وقال لي عندنا مسرحية مع الله يرحمه أبوي العود عبد الأمير مطر، وخذاني ورحت مثل دور مو دوري، دور وحدة عمرها فوق 50-60 سنة، مرت إبراهيم الصلال. فأول شيء كانوا جايبيني ككومبارس، أني أمثل دور كومبارس. لما عبد الأمير مطر شاف فيني روح التمثيل والغشمرة والضحك، قال لا هذه مكانها مو كذي، هذه مكانها ممثلة، لأن كانت دور مرت إبراهيم الصلال الله يرحمها الفنانة مرجاس من نبهان، طيبة الفري الله يرحمها، اعتذرت، وكان بعد في فنانة هم اعتذرت، فأخذوني أنا، حطوا لي شعر أبيض مش عارف إيش، وكبروني خلوني أسوي هذا الدور. فكمان كان حاضر عبد العزيز إنه ما شاء الله يرحمه، الله يرحمه، أساتذة وايد. فدخلوني في المسرح الشعبي، أصغر عضوة ممثلة في المسرح الشعبي، ولازلت أنا عضوة فيه، ما أدري عن عضويتي عاد انتهت ما انتهت. فمثلت ومشيت، بعدها ورا الحرمنة دشيت مع الأستاذ عبد العزيز مسلم البيت المسكون، مثلت ب15 دينار معه.
أول ما يمعت شريت حق أمي بيجر عشان أمي تطمن علي. يما ترى وصلت المسرح تعرف من الرقم كنت أخذ موبايلاته وشغلة دز حق أمي. فلما قلت حق جمال الردهان، جمال من وانا ممثله بالحرم وانا معاه ليومك هذا أهوى أخوي وعضيدي وصديقي وما أنكر أي شيء أضايق منه أدق على جماله سولف معاه وأقول له بناته بناتي أهل أهلي جمال الردهان. فقلت له جمال ترى أنا خذيت السعر، قال لي اشتري فنتش اشتري دعاية لتش اشتري أن أنت مع عبد العزيز المسلم ملك الرعب. ففعلا صبرت وتحملت وما قصر حرام أبو عبد الله، وقف معي وقفات طيبة. فأيامنا 15 دينار يعني زينة تسولف يعني إنك تسوي طالعة بس خلينا نشوف شنو بتقدمين. اي 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 اي. أول مسرحية في تاريخ الكويت كله، أصلا أعتقد 3 سنين أو 2.5 سنين على مدار السنة تنعرض البيت المسكون. صح. وليومك هذا عيالنا يطالعونها. صح. أنا سبيتشي أقول لها آسفة، هذه أسمعها أم سامعتها. أنا سبيتشي أقول لها آسفة والله أضحك أستانس. فيعني لا تقولون هي عشان توصل هي شعيبي النجمة هي شعيبي والله كذي جت بالساهل. لا لا أنا ما دشيت معهد ولا دشيت جامعة، لكن المشوار اللي أنا مشيت فيه هذا كان أهو مدرستي وأهو جامعتي. صح. والموهوب أنا عندي يعني الموهوب، الموهوب اللي عنده الموهبة القوية وعنده الفن هذا فعلا أحتاج أني أدرس، مو غلط. وأنا كنت أبي أكمل أني أدرس منها شهادة ومنها فنانة، لكن تزوجت ويوني عيالي ودشيت امتحانات وطق طق 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 فما قدرت. فقاعد أحاول أني أكمل، لكن الحين خلاص أنا على أبواب الأربعينات. فقاعد أطالع يا رب يمدي ما يمدي، يمدي ما يمدي ما يندر للحين. لكن الدراسة بهالعمر ما هي عيب ولا هي غلط. صح. بالعكس أنا شنو كلامك على ما تم شنو الحلم اللي للحين ما تحقق من أحلامها؟ هي وايد. سمي لي اثنين. أول شيء أبي بيت. يا رب الله يرزقك بيوت. للحين ما شريت بيت، هذا أكبر حلم بحياتي حق عيالي. الحلم الثاني مسرح. مسرح 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 يا شايبي. أي نعم يا رب. أي والله يا رب. إيش كثر قريبة على هالأحلام؟ ما أدري. الحين أنا فاتشة خطي عند ربعي وأهلي بالسعودية. هيئة الترفيه قاعد تدعمني من قلب. صحيح. MBC قاعد يدعموني من قلب. شيء من داخل يعني، شوف يعني أنا كويتية وبنت البلد، بنت البلد، الناس قايمة علي وينك بالعيد هني؟ صح. شو أسوي؟ ماكو مسرح، وين أروح؟ وين أروح؟ أبي شيء حقي أنا كهية. السعودية مادت لي إيدها. ما يقصرون، هم أهلنا وتاج على يعني راسنا يعني وأخواننا. يعني شنو أقول عنهم؟ أكيد. يعني والله العظيم إن هيئة الترفيه قاعد تدعمني بشكل مو طبيعي. إذا يعني أنت تستاهلين هيا. أنا أتمنى هني، أتمنى هني بعد يدعمونا. هيئة الترفيه قاعد يعطون المنتجين مبلغ، قاعد يدعمونهم. تعال هاك شنو عندك، قدم نص وحطه، إحنا معك 50% تقريبا حق أي منتج سعودي. زين وشنا؟ أبي مسرح ماكو، أبي حد يدعم ماكو. كل يعني ربعنا قاعد ياخذون نوادي، قاعد يبنون مسرح لمتى يعني؟ صح. والله العظيم ببكي علي خلاص. لا خلاص بس لان بس. انا احب المسرح. عرفت حلمك، عرفت حلمك. وبالنهايه شكر لهيئه على فكرة. شكر لهيئه الترفيه وشكر لاخواننا في المملكه العربيه السعوديه. هيونا انت بالكويت ولا بالسعوديه، انت بين اهلك في كل الاحوال. حبيبي والله حبيبي. شنو كنت بتقولين شيء؟ ترى هذا حلمي مو بس انا. تعرفون حلم منو الله يرحمه؟ منو؟ منو؟ عمي ابو عدنان الله يرحمه. صح؟ صح. ولا أنا غلطانة؟ صح. في مسرح مبنى باسم عمي أبو عدنان، لكن مو أي حد يقدر يأخذه، خلونا صح. واقعيين. صح. مو أي حد. مسرح من إله واحد. أنتوا إحنا هني بديرة أم المسارح. صح. أم الفن. لا لازم نروح، يا يعني ناخذ فندق يا يعني ناخذ صالة رياضية. أوكي ما يندرى نمثل فيها ولا نلعب كرة. ما تقدر. تقدر هيون. هيون اعترفي لي. قول. وبكل صراحة وشفافية وموضوعية وبدون أي تصنع وأي فبركة، تفضلين المرقوق ولا القبوط؟ قبوط. قايلتها قبوط. أنا أولا أحب فيه كشمش. تطبخين؟
أطباخ قبوط في كشمش وقبوط ما في كشمش، لأن هاني ما يحب القبوط اللي فيه كشمش، بتلاقي جدرين هالكبر وهالكبر. شلون تعرفين إن اللي قدامك صريح معاك ولا يلف ويدور هيونه؟ من عيونه من وجهه. هي من عيونه ومن وجهه. قبل شوي كنت ألف ودور ولا كنت صريح معك؟ لا كنت صريح. أوكي زين أشوى. دام إنه وصلت أشوى الحمد لله. لا صريح. هيون في برنامج ممكن نتعرف. شوفي عندنا هني السكوربورد او لوحه النتائج فيها النتيجه النهائيه اللي انت راح تاخذينها بعد ما تلعبين معي هالالعاب كلها. في فلوس يعني؟ قولي يا رب يا رب. اذا فلوس خلنا نتبرع فيها. اذا اذا دشيتي التوب 5 راح تكون في جوائز حق اللي ياخذون المراكز من المركز الاول الى الخامس على طول رمضان. الحين انا ابي ريت المشاهده او ريت الاستماع عندك. ايش فيه؟ وصلنا الليمتد ولا بعد؟ هو دائما نوصل الليمت حبيبي. اذا نقول الحين احنا شنو جونا؟ الحين قولوا لي. اوكي. تامرين امر واللي موجودين على اللايف ستريمينج باليوتيوب كلهم يدرون ايش كثر حاليا المتابعه. اوكي. على العموم خليني اقول لك اللي لغايه الحين ماخذين درجات عاليه في برنامج ممكن نتعرف وماخذين الصداره في لوحه الصداره بالتوب 5 هم اعطوني اساميهم يا جماعه. بالمركز الاول داود حسين اخذ 105 من 100. المركز الثاني حسن البلام خذ 104 من 100. المركز الثالث شيماء سيف خذت 103 من 100. أما المركز الرابع هادي شرارة خذ 102 من 100. والمركز الخامس والأخير نور الغندور خذت 101 من 100. إذا يبتي رقم فوق رقم نور الغندور راح تدشين بالتوب 5 وتكونين في لستة الصدارة اللي بعد رمضان راح تكون في لهم هدايا خاصة من برنامج ممكن أنت. شلون أدش؟ لازم طول الحلقة تجمعين نقاطك اللي تأهلك أن أنت يدشين. شلون أجمع؟ انا اقول لك الحين شلون تيمين. هيا بنا يا جماعه حبه حبه هيا. لعبه لعبه وراح تعرفين شلون تيمين. اتوقع هاني عارف شلون تيمين لانه كان حاضر وشايف المره اللي طافت بحسين اللي ماخذ المركز الاول شلون يجمع. اوكي نبلش حبيبتي. يعني انت اللي بغيتي تختارين الاغاني يعني 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 المفروض انك تختاري اغاني يكون التون مالها ماشي مع صوتك، لكن مع الاسف انه ما في تون ولا في اغنيه ولا في سونة يا سنسون. ايش سونة يا سنسون يعني؟ انزين ممكن نتعرف؟ هذه مالت احلام 28 مليون مشاهده تقريبا. ايه. ما ادري وصلت 30 مليون ولا بعد وتستاهلين. وصلت. وصلتي وتستاهلين. يس. اول لعبه راح نلعبها اسمها تروث اور دير. شنو تروث اور دير؟ اوكي الحين هذه الضحكه الاولى حق تروث الثانيه حق دير. تروث اور دير يعني الجرأة او الصراحه. اوكي اوكي يعني مو عيش ومرق. مو عيش ومرق. اوكي كلش مو عيش ومرق. يوزي عني هيون يوزي عني هيون. انزين راح نلعب هذه اللعبه لان عندي قناعه تامه شخصيا بان اي انسان بتعرف عليه اذا فقدت الصراحه في التعارف بيني وبينه فاحنا قاعدين نكذب على بعض. وانا اليوم ناوي اني اكسبك اخت وصديقه اكثر واتعرف عليك اكثر. علشان كذي اول لعبه بلعبها وياك لعبه الصراحه. جاهزه؟ اوكي. Truth or dare. يمكنك الآن الاختيار ما بين الحقيقة أو الطلب. إذا تم اختيار الحقيقة فستسأل سؤال فيجب عليك الإجابة بكل صراحة، أما إن اخترت الطلب فيجب عليك تنفيذه بالحرف الواحد. دائما وابدا. والله حلوه موسيقى عطنيها حق مسرحيه الروح بالتي. اخوان مفهد تستاهلينها واحنا كلنا نشتغل بهالمسرحيه هذه بعيوننا الثنتين. تامرين ما قصرت تعالوا لي بالحس عندي مسرحيه. راح نسولف عن مسرحيتك بعد شوي لو خاش لها مكان كامل بالبرنامج. هيون اذا سمعتي السؤال وما عجبك قولي لي ما بي. اوكي. وي مكان الطلب. اوكي. ولازم طلب شنو بيتزا ولا همبرجر؟ لا لا طلب بيتزا ولا طلب همبرجر. اوكي. الطلب اذا ما نفذتي او السؤال ما جاوبتي هاي قاعد يصفقون. ايوه حلوين لان دشينا بالجد الحين. ايوه راح تشربين كوكتيل ممكن نتعرف. وكوكتيل ممكن نتعرف عزيزتي هو عباره عن عصير افوكادو وبرتقال مع صوص توت ازرق وماي. كان ازرق هذا اخاف انقلب دراكولا. راح تلعبينها ايش تبي تشربين؟ ايش تبي تشربينها؟ لا تشربينها هذا ما حبيتي على طول عادي افوكادو وبرتقال وتوت. والله ليش بتشربينها؟ صبرك علي هذا عقاب المفروض. ها عقاب والله على بليسكم ان شاء الله. كان الحين زخيتها ورحنا المستشفى على طول. وينك 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 كاني 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 والله. هيا
عيون تضحكين علمك فطومة. دانا 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 ثلاث جولات في كل جولة اختاري تبين سؤال تجاوبينه أو طلب تنفذينه. طلب نفذه. الجولة الأولى شنو؟ طلب نفذه. طلب تنفذينه. خلنا نسمع الطلب شو يقول لك يا عيونه. نبي تغنين أغنية أجمل إحساس لإليسا لكن باللهجة الكويتية. Why why you like this me for me why عيون لا تصرخين لا تصرخين ما تبين؟ بلا بلا أبي بس مو حافظ الكلمات. طلعوا لها الكلمات بس الكلمات طلعوا لها ما يخالف الكلمات لو سمحتوا بعد إذنكم وبالكويتي تبونها؟ نبيها بالكويتي لو سمحت. إحنا إحساس نقول بالكويتي إحساس وبالكون نقول بالكون. إنزين هي نفسها لا لأن هي تقول أجمل إحساس أجمل إحنا نقول أجمل إنك تعشق بجنون وإذا حالي معاك. إنزين أنت غنيتها؟ أنا ما أقول لك دير مو حقي حقك. يلا عطنا الكلمات لو سمحت. توب توب يا بحر يلا خلي غني توب توب يا بحر. لا تغنين هالغنية هيون حافظ اللحن قاعد أسوي لك هوية. تحياتنا حق إليسا تحياتنا حق إليسا. أوكي يلا. لا عاد أنا أحبها ملكة الإحساس والرومانسية أكيد أكيد صراحة يعني أكيد. يلا أشوف لبس وذوق ويعني كافي إنها من أهل بيروت. طبعا بيروت طبعا. يلا إليسا أنا آسفة راح أغني أغنيتك في الكويتي. أوكي أوكي. أجمل إحساس بالكون إنك تعشق بجنون وده حالي أنا. بالكويتي ما نقول وده. إنزين وهذا حالي أنا شنو مليان بشوق وغرام وي متروس بشوق وغرام. ذوبني هواك عشقك عشقك بجنون روحي أنا قلبي المكتوم. تصرخين ذك وين لا تصرخين خلاص 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 وياك بعشا حبيبي أنا خلاص 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 بس وتبي الطلعة آسف هذا يبا احنا عطنا توب توب يا بحر توب توب. تدرين ايش كثر قصرت الفيدر مال ميكروفونك؟ مسرح اي متعوده على صوتك مسرح صوت مسرح صدق هيونا ما يضايقون الناس ان صوتك عالي؟ لا بعد مسرح شوف رحنا الخبر طفت علينا الكهرباء الجمهور ما حرك شب الليتات علي وقال لي كملي الله بدون مايك بدون شيء وانتشرت هذه دشينا فيها جينيس ولا وين مجموعة شو سوى عالمية؟ ها شنو جينيس شنو يقول لها؟ إنزين إيش رأيك أسمعك لو كان أو لو كنتي طالبة سؤال وتجاوبين عليه شنو كان راح يطلع لك؟ يلا أوكي وإذا جاوبتي أوكي قول السؤال يمكن أجاوبه إيه وإذا جاوبتي ترى في بونس في بونس على فكرة. جاهزة شنو هذا هيون يقول لها ألعاب لبنية بخاطرها ألعاب أبي مسدس في ماي عشان أطق في عليوي. شنو أكبر وزن وصلتي له؟ وكم وزنك الحين؟ عبالكم بس تحي ولا ماني قايله وزني لا عيوني بقوله لا يكون انا ضعفت كذي بروحي لا عمري كان وزني 160 وصار وزني بالثمانينات لما توفى والدي بعد والحين رجع وزني بال115 ورحت حق خالد العنزي تلي من اذوني وقال لي دش العمليات ودشيت العمليات والحين صار وزني تقريبا 93. مصدقه ها مصدقه اي والله هذا الصج تكميم اي لا كم مره سويتي تكميم تكميم مره واحده لما زاد وزني دشيت سويت عند دكتور خالد العنزي ميني باي باس ميني باي باس ميني باي باس وخالد العنزي بالنسبه لي يعني القنبله الموقوته يعني يستاهل اي والله دام انه دكتور اجاد شغله وانت اليوم كانسانه تعاملتي معه واجاد شغله معك يستاهل غيره بالنسبه للتكميم المعده اي شيء خالد العنزي ما غيره لو بشنو يصير معي. اوكي ما نبي الميزان لا طالعني تقول لي حط لها الميزان ليش تحط الميزان ما نبي نحط لها الميزان. الجوله الثانيه تروث اور دير هيونه ها جراه ولا سؤال شنو قال؟ طلب ولا سؤال؟ لا قلتها بالانجليزي truth or dare okay I listen to me for this هيون ما تعرفين تحكين انجليزي ايش تبين؟ اوكي صدقني حرام عليك درس خمس سنين بالجامعة والله انجليزي يعني انا والله انا ورب الكعبة A B C D E F انا علمتش تبين A B C D ها؟ دقيقة
زين يلا قول شنو السؤال. لا اوكي يلا تفضل. لا تفضل. ابيك تغنينها. غنيها. اي بي سي دي اي اف جي اتش اي ال جي اتش اي جي ك ال ام. ها بس مو حافظ الباجي؟ لا مو حافظتهم. اي بي سي دي اي اف جي. كملي معي. H I J K L M N. ايوه اوه ابو كيو ار اس يو ار اس يو. صح انت ماشي صح. بعدين شنو عقب اليو؟ ما ادري. O P Q R S T U. O P Q R S T U V W X Y Z. موجود مطعمنا في شارع المطاعم. قاعد يصورون من تحت وعلي. اهيون والله العظيم راح اعطيك حصص بتعليم انجليزي. لا يبا اعرف انجليزي. ايش فيك؟ شنو تعرفين انجليزي؟ يبا الكتاب مال الترجمه معانا بالجنطه وين ما نروح. ايش فيك؟ هاني وداني فرنسا ضعت مسكني خال من هنا. يعني بفرنسا ايش فيك؟ قلت له نو انجلش نو فرنسا وي نو انيثينج. ومصرخه بويها بعد. والله يلا تحملي. هاني طالعتني تروث اوردر. هيون شنو يعني؟ يعني جرأه ولا سؤال؟ جرأة. أوه داش حامي. هيون داش حامي تفضلي. دقي على ولدك فهد وقولي له لك هدية 1000 دينار وأكيد المكالمة لازم تكون على السبيكر. يستخف. أنت اللي قلتها يا تبين. توني أم شاريت له موبايل على نجاحه. تبي يستخف؟ يلا أدق عليه. ويعسى ما يفضحنا فهود على الهواء. سبيكر. هيون اي اكيد ابي بعد سبيكر مفضحنا. عز الله فضحنا. قولي لنا انك بتحطينا سبيكر عشان بعد يستوعب فهود. فهود لحظه. فهود 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 نور قلبي. محافظه رقم. هيون دزله مسج. ترى هو حاط قرآن يعني. الله يحفظه ويطول بعمره يا رب وثبته إن شاء الله يا رب ويهديه. جمل به وجهي وقوي به جسدي وثقل به. هاي ما ماما. هاي ما عادشتي خط. يبعد عنده تليفون بدون خط ما منها فايدة. ها أمي عندك خطين؟ يما بشتري لك خط. عندك خطوط اليهد؟ يعني انت كم عمرك؟ لو اقول انك تغازل لو اقول شيء ايش اقول لك يما؟ زي ما قاعد اشوف صار بالايفون الجديد. قاعد تكلم الايفون الجديد. يلا بالعافيه عليك حبيبي. هذا هديه نجاحك. زين بس يما. زين يما انا بقول لك شيء. انا ربحت ورقه مكتوب فيها فهد حسين السلطان مبروك عليك 1000 دينار كويتي. ها؟ تبين علي صح؟ لا صدق جيب مال. ليش تكذب؟ قال ورقة عندي. قولي وغلط جمال. وانت مو غالي علي يعني؟ لا لحظة قولي وراس ولادي. وراس ولادي. وغلط جمال. وغلطك انت وجمال. انا اي بس بشوف الورقة وقسما بالله اشوف الورقة. اذا انت لو عندك 1000 دينار ايش راح تسوي؟ اشتري الخيول كلها. أنا قلت وغلاتك وغلات جمال بس أنا ما قلت إن عندي 1000. أنا في المارينا اف ام حاطينك سبيكر على الهواء وقالوا قولي حق فهد كذي. قولي يلا السلام عليكم وبارك لهم بالشهر. السلام عليكم مبروك عليكم الشهر. حبيبي. حبيبي حبيبي منا ومنك فهادين حبيبي. الله يحفظك إن شاء الله. حبيبي هذا علي نجم ماما. حبيبي الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. يلا حبيبي أنت باي باي. لا فهود كذب حبيبي. أنا آسف كذب. يما حبيبي 1000 تيلة كفى عليك. yeah. كان من المارينا ولا من أمك؟ تامر يستاهل أمر. عيوني والله العظيم. أوكي أوكي. هذه الأوكي مالت اللي هي أفا أمريكان سكول. أمريكان سكول ولا كل من قال إذا رح يذبحني. الله يحفظه إن شاء الله يا رب ويخلي لك يا سكت أبوي ولدي هاي. هيون بدعتها للأمانة. بدعت يا صدق. انزين خلينا نشوف لو كنت طالبه السؤال شنو كان راح يطلع لك. لا مو هذا. اعطوني السؤال اللي كان راح يطلع حق هيا بالجوله الثانيه مو الاولى.
موقف يفشل صار لك قدام الناس مستحيل تنسينه، شنو هو؟ هذا سؤالك. على فكرة إذا ما تبين تجاوبين عادي، لأن أنت لا جاوبة. قولي. اندبخت على وجهي بسوق المباركية قدام الناس وهم قاعد يصورون معاي. تبختي؟ اندبخت أنا وعباتي دوم. ها. ولما اندبخت الحرم غطى ويوم قاعد يضحكون. إذا تعالوا شيلوني. كله من الهندي هذا مال الذهب الرانجلو. ايه حسبي الله علي ما ادري دعا عليه. لا تحسبين على حد يا هي، لا تحسبين على حد. عوان عادي عادي، ما عليه ما عليه. سلامتك الف سلامه يا رب. كانت متينه وطاحت. شكرا هاني على هالمعلومات عشان تخزه. ماشي. على فكره ترى انا وهاني ربع. الله يعينك علينا اليوم. الله يعينك علينا اليوم. هي ماشي يا تويني. اشوفك بعدين يا روح قلب. الجوله الثالثه تروث اور دير. وين؟ طلب ولا سؤال؟ وين كتير داسنة تروث انذر؟ دا عيادة أسنانه هاي؟ لا شغل تخيلي؟ أقول بالعربي تبين؟ جراءة. أوه جراءة؟ يعني الحين الجراءة صح؟ والله جرأة جرأة. أنا كذي أسوي أشوف أشوف شو؟ وانت؟ ها هي صح؟ هيون هي جرأة يبا جرأة يا الغالية. أوكي يلا أوكي يلا. لك دقيقة كاملة تسولفين فيها مع علي، بس حطي عينك بعينه وديري بالك ترمشين. ها؟ ممنوع. عاد ما يصير معرمش لابس عدسات. كان قلت لنا لا تلبسون عدسات. انت هم شلون صاير بعد علوي؟ فسخي العدسات. ما قعود صغير ما تشوفه. اوكي حاولي خلينا نشوف. راح ابدي احسب انا وياكم كاسر بالعيون. لا تبي تحسب؟ يلا. ايه اوكي راح يحسبون الفريق لمدة دقيقة. انا وياكم كاسر بالعيون. انا كيفي ارمش. لا ترمش. انت لازم لا ما ترمش. اطلب عليك مو علي. ما ترمش. اوكي يلا تبين هوا نرمش. ايه. واحد اثنين ثلاث. انا اخسر خلاص. ايه استمري خلينا نشوف لمتى. العدسة طلعت وردت من مكانها. خلنا نشوف. أنا عيوني دمعت تصدقين؟ أنا ما دمعت للحين واقفة. يلا أي مرة معشتي بس خلاص. إيش كثر؟ 41 ثانية هيون. ها ها ها. 18 ثانية. قاعد أقول من وين يمنا 41 ثانية. من أول شيء هو بلش من قبل. أنت بلشتي من ثانية واحدة. 18 ثانية. زين على فكرة 18 ثانية. والله. خلا سمعش لو كنت طالبة سؤال بالجولة الأخيرة. دخلت حفلة رعب. انا ما خسرت 18. انت فزتي فزتي هيوم فزتي 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 فزتي. ايش هل الهجوم على البنية مسكينة. ليش قلت بس هيون اسمعي السؤال شنو كان راح يكون. شنو العمل اللي لو رد فيك الزمن ترفضينه وما تشتغلين فيه؟ إذا ما تبين السؤال عادي. لا ليش ما أبي؟ فيلم. فيلم. فيلم أول فيلم سويته في حياتي. نسيت اسمه. نسيت اسمه. فيلم فيلم. أنا ما شفته لا ما نفهم راح أقدر أساعدك بالاسم. وفيلم ثاني. حلو ما تحسفت ليش دشيت فيه لا. بس كان مفروض يكون إخراجه أكثر أحلى جمال ويعني شغله أكثر. المؤلف يعني هو أيمن. أيمن لحبيل. عشان كذي رضيت إني أنا أشتغل بشغل أيمن لحبيل، لأن أيمن لحبيل خطير بالكوميديا بتأليف الكوميديا. عشان كذي رضيت، لكن مع الأسف شوية يمكن كان الإخراج في مشكلة. لكن الفيلم اللي قبله هو هذا ما أدري نسيت اسمه. كيوت اسمه. كيوت. نزل 2008. أيوة برافو بشكورة حبيبي. والفيلم الثاني اسمه بوقت فقارة في 2016. بوقت فقارة يهبل وفكرته نار يعني، لكن كان شوية الإنتاج الإخراج كان كنا راح نكسر الدنيا فيه. بس غلطة الشاطر بألف وهذه مدرسة. وتعلمتي. تعلم مو بس أنا لا يعني أيمن ما قصر بالتأليف. والله التأليف نار نار. بوقت فقارة. اسم كوميدي ان احنا فقاره نبندش بوك بانك. هو كوميدي فانتازيا كوميدي. لكن الاخراج لا ما عجبني نهائيا. انا اقول الصج هيون. خلصنا اللعبه الاولى تروث اور دير وانت ماخذه فول مارك وفوقهم 15 نقطه لانك نفذتي كل الطلبات وجاوبتي على كل الاسئله. يعني صعدت على داود.
لا اخر الحلقه يبين. لا حصل على ربيتك. هيا نبي اتعرف على ذوقك بالاغاني. شنو اول اغنيه تسمعينها؟ مثل النسيم. مثل النسيم. الله الله مثل النسيم. اوكي بالك احد تبين تهدين اغنيه مثل النسيم؟ هاني كاو قاعد يمي. اوه يلا هيون عيشي دور المذيعه وقدمي الاغنيه تفضلي. طبعا اقدم لكم الحين اغنيه الكل يحب يروق على اخر الليل ويسمعها، مثل النسيم من الملكه ملكه الرومانسيه نوال. واحب اهني نوال واحلام على الهوى مباشر انه تصالحوا وردوا حق بعض. هذا الشيء يخلي الناس كلها تحب بعضها تود بعضها تسامحوا تحابوا بالشهر الفضيل. أهني أحلام حبيبتي الغالية وصديقتي، وهني نوال على الصلح اللي صار. وبصراحة لازم الناس كلها تتعلم من الموقف اللي صار من أحلام ونوال. هي شعيبي ممكن نتعرف؟ ضيفتي اليوم داخل استوديو مارينا فم 94 وعلى مارينا تي في والبث المباشر باليوتيوب وكل مكان قاعدين تتابعونا فيه. مساكم الله خير. وصلنا ترند. اي نعم حاليا هاشتاج ممكن نتعرف يعتبر ترند بوجود هيونة وضيفتي داخل استوديو مارينا فم. تستاهلين ان الناس كلها تتداول اسمك وتتداول سوالفك وتسمع وايد امور عنك. البداية بما ان انت موجوده وقبل شوي احنا كنا بطاري ابو حسين الفنان الغالي داود حسين، خلونا نبارك له على الهوى نقول له الف مبروك تكريم الفنان داود حسين على دوره في فيلم سرب الحمام ودوره في مسلسل عبرة شارع، العملين للكاتب الخلوق والمبدع دكتور حمد الرومي. ألف مبروك، تستاهلون كل خير والله يوفقكم إن شاء الله يا رب. وحسين جدا فخورين فيك وأنت فنان تستحق كل التكريم إن شاء الله يا رب. دائما وأبدا نشوفك متألق. الله يوفقك يا بعد عمري. خلوني أمسح هالمعلومات عشان أجيب أوراق هيونا يمي ونرجع نسولف أنا وياك مرة ثانية. لا هالمرة أنا اللي بسولف وياك. أنت اللي بتسولفين وياي. إيه أنت ضيف وأنا المذيع. دام إن إحنا قاعدين نتعرف على بعض. وياك قولي. أنا عن نفسي أتكلم وعن اللي أسمع بالوسط. ليش يقولون عنك أن أنت أكاونت نقط 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 الطب الفنانين؟ أنا؟ أنت أكاونت. أوكي شوفي هالسالفة هذه وصلتني يمكن من قبل أسبوع. إيه؟ بأن في أكاونت موجود في السوشيال ميديا يتكلم وينتقد الأعمال الفنية برمضان. إيه نعم. وأن هذا الأكاونت من وراء أنا وأنا اللي قاعد أستخدم هذا الأكاونت وأنا اللي قاعد أتكلم عن هالفنانين. للأمانة علشان أبري ذمتي قدام الله وخلوه في البرنامج. أبدا أنا أحب أنك تبرر عشان لا تنظلم أنت لي جدام. هيونا أقول لك شيء. إيه قول. اللي سويتيه توج أنا أعتبره يعني اكثر شيء احبه بالانسان اللي قدامي. اليوم انت بينتي لي جانب ثاني. لا اني اسال الانسان بويها ما اتكلم طبعا عنه. فمشكوره انك سالتيني. في البدايه نهائيا انا ما لي شغل في هذا الاكونت ولا ربعك ولا ربعي ولا لي شغل فيهم ابدا. ما اقول لك شغله. قولي. تقسم على هالكلام علي؟ اقسم بالله العظيم. أيه؟ والله شاهد علي رمضان. وانا بشهر رمضان والله ممتع. العظيم ان انا ما لي شغل بهالاكونت لا من قريب ولا من بعيد. اولا انا صار لي 4 سنوات اعمل على برامج حواريه في جهه اعلاميه مهمه اسمها مارينا اف ام، وبرامجي الحواريه على مدى السنوات اللي طافت وهذه السنه متابعين. فاذا كنت ابي اتكلم عن اي فنان اتكلم عنه بويها باستضافه على الهواء قدام الناس كلهم. صح. وقد ذكر بان في برنامج منيو صافيه لبن اما بعد وثمان نجوم انتقدنا الفنانين على الهواء وقدامهم. صح. بروح على اخر هذا التعب اسوي اكاونت واتكلم فيه؟ ابدا. يعني تعترف قدام الملأ انه مو انت؟ أبداً أبداً أبداً, 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 ابدا طبعا. اقسم بالله العظيم مره ثانيه وثالثه ورابعه والله شاهد علي. لان بالحرف الواحد اقول اللي عنده اي كلام في خصوص هذا الموضوع خي يكلمني لا يتكلم عني. انا في بدايه البرنامج قلت كلمه لازم كنت اركز عليها مليون مره وكنت قايلها عنك وشوفي شلون النيه هم صارت تفيدني. هذه الكلمه لا تتعرفون على الناس باذونكم. احنا ما نتعرف على الناس باللي نسمع عنهم، احنا نتعرف على الناس بمواقفهم معانا، نتعرف على الناس بكل شيء هم يثبتونه قدامنا. وانا علي نجم عبد الله احمد القوماني اعترف قدام الناس كلهم بان وصلني هذا الموضوع اكثر من مره، ولكن لا علاقه لي في اي اكاونت غير علي نجم في الانستغرام اكاونتي اللي تابعه 2.2 مليون فولوور فقط لا غير. واي احد عنده انت غير ساكت على هالموضوع. يعني أنا اذا في ناس تستغل اسمك وتستغل يعني شغل مالك في هالموضوع هذا هم حرام. أوكي. عقب التعب هذا اللي انت تعبه طول هالسنين وبناء اسمك طول
طول هالفترة هذه أي واحد سخيف أو واحد ما عنده أي شيء تافه ويعني ويسويها أن أنت اللي قاعد تسوي كذي بالناس هم إحنا ما نرضاه. هل صاحب الأكاونت قال أنه علي نجم؟ طلع صاحب الأكاونت ما عارفه ولا أنا مجبورة طلع أحد هيون. إذا هو بنفسه قال إنه هو علي نجم ذيك الساعة يصير لي حساب معه، ولكن إذا الناس قامت تقول إنه هو علي نجم فالناس ما لها حق تسمع كل شيء. أنا اليوم في أكاونت فلنفترض اسمه دانا أم كشة موجود بالإنستغرام، فلنفترض إن هذا الأكاونت موجود، يحق لي إني أنا أمشي وأتمشى بالوسط الفني وأقول هالأكاونت وراها يا شعيبي وأنا ما عندي أي دليل؟ ما يحق لي. صح. لأن هذه تعتبر بأني أنا قاعد أشوه صورة إنسان وقاعد أشوه سمعته وأهدم تعبه كله لأمراض نفسية فيني. فاللي قاعد يسوي كذي بدون لا يرجع فهو يدل على أنه هو إنسان حقود إلا إذا واجه، مثل ما هي اليوم اللي سمعته يتكلمتني فيه. مشكورة وايد وما قصرتين أن أنت أعطيتيني فرصة أبرر هالموضوع لو أنه ما كان بالحسبان. مشكورة. لا أنا لازم تبرر، يعني أنا هم ما أرضى لا عليك ولا أرضى على ولا فنان في المجال أكيد أن أحد يقذفه أو أحد يعيب عليه مني والطريج لأني فنانة. صح. يعني قبل فترة صار موضوع هم أنا نزلته بإنستغرامي، ما أرضى لا على حياة لا على يعني هالكبار اللي معانا ولا أرضى على زملائي. فإذا أنا اليوم ما أبرر يا أخي تعبنا من الواق والويق والكلام الزايد هيون واللي دشون المجال يخربون علاقاتكم. أنت كذي بس مو كل اللي بالوسط كذي، مو كل اللي بالوسط يسوون نفسك. انتي ما ترضين تفتحين اذونك لانك انقرصتي وتعذبتي وتعلمتي منها، غيرك ما يسوون كذي، غيرك اللي يسمعونه يصدقونه. بس خلي بالك من الناس اللي تكون متأكدة ومأكدة عليها الناس وانت ساكت. لا 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 ابدا، خليني اقول لك شيء، اللي مأكد ترى بالنهايه احنا دي راح يحكمها القانون والقضاء اكيد، اللي متأكد يقدر بكل بساطه بانه هو ياخذ المقطع اللي انا نفيت فيه. ايه انت قسمت ويقدمه حق اللي يبي. لا بالعكس يعني خلونا الهوا وانت على راسي يعني الله يحفظك يا بعد راسي الله يحفظك. وانا قلت لك لا ارضى عليك ولا ارضى على ولا زميله ولا زميل في الوسط احد يغلط عليهم، وهم انت معانا تعتبر أكيد زميل في المجال. أكيد الله يحفظك يا رب. خلينا نغير المود. يلا نغير المود. هيونا شنو درستي؟ انا ثالثة ثانوي، ويوم رحت امتحن حاط لنا تفتيش ما تفتيش، قلت احنا مو بمطار، كان هدوم واطلع ودافع حق الكتب 60 دينار وما كملتي. من ثالثة ثانوي الى اليوم ما كملتي دارسة وحالتي حالة، بس انقهرت حريم كبار امهات عيال احنا، يعني شنو حاطين لنا جهاز؟ انت كنت لحظه دقيقه هيون بس يعني عشان اوضح، انت كملتي لما كبرتي؟ كملت وكنت داش الامتحان، بس لما شفت طريقه التفتيش قلت احنا مو كذي حريم كبار. حتى معاي والله واحده كبيره قالت ما يخافون من الله شي يسوون فينا، وين قاعدين احنا وين قاعدين. فقلت والله ماني داش الامتحان. حتى في واحده ردت انتم شنو مبرشمين ولا؟ قلت شن برشم شن برشم؟ انجليزي شلون مبرشم؟ حساب شلون مبرشم؟ بس ما يصير، في مراعاة للسن، في مراعاة ان احنا حريم امهات عيال، في مراعاة ان احنا ما قاعدنا مندرس عيالنا، احنا ندرس. انا عانيت ويا الامهات. صح. فما في حطت لنا جهاز وحاطين لنا مدري شنو. والله قلت ماني داشه، وانسحاب انسحاب، والله نص ربع اللي وياي انسحبوا. حتى انا قلتها في SBS المحطة السعودية. اي اكيد نوجه لهم تحية زملاء هناك اكيد، الله يوفقهم ان شاء الله. يهبل يهبل اكيد. قلت اول ما دشيت الامتحان وعلي قدامنا بنات الثانوية ما يدرون هي شعيبي وراهم، كلهم مدنقين روسهم قاعد يمتحنون. يوم سمعوا صوتي طاحت اقلامهم من الارض. حتى هيت الناظرة كان شو تقول؟ ما ينفع ما ينفع نحطها معاهم البنات قاعد تلفتون. كان اقول ايش اسوي؟ هم انا طالبة يا عطونا الامتحان خلنا امتحن. ايش وامتحنت ونجحت والله الحمد لله الحمد بس لله. شوية خلي يخفون على امهات 40 وامهات. دام ان احنا بطاري الدراسة، شنو اكبر مصايبك بالمدرسة؟ ايام ما كنت بالمتوسطة، طبعا انا عايدة رابعة متوسط، ثلاث مرات يوم انت شاتيني الناظرة اسمها سارة الخشتي الله يذكرها بالخير. الله يذكرها بالخير وما يعني انها موجودة الله يطول بعمرها، وذا يعني ما ادري. المهم فتقول بس هي ليه متى بتعيدينها بعد؟ طعي المريول. قلت لها هذا خياط مو جاهز. وكنت أسوي حمايس وحط بالمطابق بالفرصة يعرفون البنات أن أنا مسوي حمايس وخبز راني. يجون عند الدرج هانا كل يلا قبنا ونفرش صماطنا ونقعد كل واحدة شكبرها وهم عايدين السنوية يعني. كفو. بس ماني قايلة أساميهم لألعنهم معاي يعني. ايه. ونذكر هالأيام نقعد نضحك. بس واحدة كانت وياي من الابتدائي للحين اللي عندها هذا مطعم الحين اسمه
سوشي سوشي مش شو اسمه لونه أحمر. زين. عندها الحين مطعم. الله يوفقها إن شاء الله يا رب. فاسم الله عليها الحين عندها مشاريع ومطاعم كاوية وكل ما تتذكر كان شعرها شطولة. تبارك الرحمن. تبارك الرحمن. فيعني للحين هما كل ما تتذكر سوالف الأكل ما أكل وكنا نبوق من المخصف. إيه والله العظيم كنا نبوق. نبوق نبوق الفطاير تذكر تبيني اقول لك وانت تقولي لي كنا نبوق من المصطف تبيني اقول لك هيون انت ما ادري كم اعماركم لحقين على الفطاير اذا مدرسه وقعت ويا مطعم مال فطاير كنا نبوق الفطاير ابلتي تقول وين الفطاير شو نبيع ولا احنا ماخذين نص الفطاير نوزع ببلاش على البنات ولا ناكل لازم كان في بطل دقوس بودي هيون شنو اكثر شيء يسعدك ومتى اخر مره اسعدتي نفسك لا تزيد المواجع خلها للذكريات بعيد عنك أكثر شيء يسعدني لما أشوف ريلي مرتاح ولما أشوف عيالي وبيتي على سفرة واحدة وايد أرتاح أحس بجو العائلة اللي أنا شوي انحرمت يعني منه مع أمي وأبوي وإخواني بفترة زمنية صح وأحس براحة أكثر هم إذا تجمعت أنا وثامر ونورة وبناتها وسارة وعيالها ولميس وكلهم على سفرة واحدة أرتاح هم أحس إنه إحنا في أمان يعني أمي فوق تطبخ وتعصب لا تنزلون الأكل فوق وانتهاوش معاها لكن كسعادة فيني أنا داخل للحين 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 هيونة كلها خايفة ترى هيونة كلها خايفة كلها خايفة خايفة معنا شكلك قدام الناس بأن أنت جريئة وصريحة لا 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 وقوية خايفة خايفة من شنو؟ كل شيء أخاف منه شلون؟ أو شيء عندي فوبيا من العلو أوكي وإخواني كلهم سكر أبر أخاف أطلع من هنا يقولون ثامر صار فيه هبوط سكر ثامر صار فيه شيء أخاف 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 حاطة كاميرات ببيتي من السطح للشارع بس عشان أطالع عيالي لحد يطيح لحد يتعور أنا أكلمك الحين قلبي يعورني والله العظيم صادجة خايفة خايفة بأي لحظة صارت فيني فوبيا بعد من شنو من زوجي ويمكن هو ما يدري أذكر السنة اللي طافت لما سولفنا عن هاني في برنامج أما بعد انهرتي وبكيتي على الحالة الصحية اللي هو كان فيها والحين يا زينة يا حالات ربي يرزق الصحة والعافية كاهو يمك لا بس هم صار فيني فوبيا للحين أخاف أدري أدري لأن صارت لأن صار 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 في عندك عقدة من هذا الموقف أيوه هم ثامر وايد يخوفني وايد يطيح يدقون علي طايح 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 الإسعاف يتلى دمامين يعض لسانه صارت فيني فأخاف على ثامر لأن أنا مربيته وأخاف على هاني لأن هاني صار نصفي الآخر يعني صح فلما كنت في قطر قلت لك أرد أقولها بعد ما دق الصبح يطفرني وكله يزعل إذا ما دقيت عليه وينه أبي لا للعصر لي بالليل وينه كنا قلبي حاس وأقوم أدق هذه مكالمة فيديو وأنا بقطر أطالع الأستاذ ولا مستشفى وسرير وزرارات مبطلة صرت مينونة أبي وأنا اليوم عندي حفلة حفلة اليوم ولا أي باكر أي باكر كان والناس قاصة والدنيا هذا وأنا وديهم يعني فقلت هم ما يصير اني انا يعني اخلي اهل الدوحه وحاجزين وتذاكر وكذي وريلي بين الموت والحياه بالمستشفى فصرت بين حانه وماله اصعب موقف مر علي اي لدرجه انك للحين ذاكرتها بتفاصيله اي ذاكرتها وانا طول الحفل ترى قلبي يبكي من داخل وقلبي يضحك قدام الناس شو يصير فيك صح هذا اللي يقولون فنانين ويعلقون لكن ما يدرون إنه الفنان عنده قلب الفنان إنسان الفنان يحس عنده مشاعر ما حد يدري يعني أنا للحين أخاف عليه إذا طلع وينك وينك قولي وينك أغسل السيارة وينك بالدوام قمت كله أدق عليه كول فيديو تركه وسأله ويصكه أبيه يقول لا تدقين فيديو لا تدقين تعرفين أنا وين فيه أنا مو عشان أنا خايفة لأن ما يقول لي كل شيء كذب عليك هيونا خايفة على هذيلا كلهم منو يخاف عليك ريلي إخواني أمي كلهم يخافون علي وأنتي ما تخافين على نفسك لا كثر ما تدارينهم ليش ما تدارين نفسك هيون أنا داري نفسي بس أهم شيء عندي أهما أول شيء هو عشان عياله يمكن أنا إذا صار فيني شيء هو موجود
يعني هو أقوى مني شوي. لك لا طولة العمر والصحة والعافية يا رب. أنا عندي خالتي منى وايد أحبها، أخت أمي أحبها حيل مشامة، تحبني وايد. هي شوي زعلانة علي بس أقولها سامحيني. كان الانستغرام واقف ما نزلت لك الإعلان، ما يخالف خالة بدل نزلته. فعندي واحدة تحبني وايد وايد وايد، هي مو هني برا الكويت، يدتي أم أمي، ما كنت أدري أن عندي يدة يعني 54 سنة هالفترة هذه كلها ما أدري أن عندي يدة. فلما قالوا أهلنا يعني أمي وخالاتي وأهلي بيبونها، ما حد مشي، ما حد ياب. يرحمك الله، وهو بشهادة. أنا عبالي مركب قذة، عبالي طارت. المهم فأنا اللي مشيت بأوراقها، أنا اللي جبتها من كربلة. مليون نعم فيهم كلهم. قصيرة، لبسة عباية تقول جبة، اسمها جبة. قزمة بيضة شحلوها متعلمة. يوم دشيت المطار يقولوا له اللي بالمطار شو تصير لك هي شعبي، تقول هاي بت بتي. فاستقبلتها بكل حب، ما أدري إن عندي يدة، ويدتي ماتت اللي ربتنا ومعانا وهذا. فحسيت أنها راح تعوضني حنان أمي ربيعة، وفعلا لما ولدت جتني وقعدت عندي ونفستني في سكينة، هاني ولا في سكينة، في سكينة، وتسوي لي الأكل مال الانفاس ما انفاس وكذي. أمي كانت شوية مسافرة بعد، ويعني جت أمي وخالتي منى بعد قعدت عندي. ففي وايد ناس ترى تحبني، وعلى فكرة مو بس كذي، في ناس بعيدة عني وايد قريبة مني، برا الكويت داخل الكويت، بس ما أبي أقول بالتفصيل عنهم كل شيء. أوكي أوكي. تربيتك لعيالك هيونة مثل تربية أهلك لك ولا مختلفة؟ نعم مختلفة شوي. شون؟ أول شيء عيالي ينسون إنهم يدشون مجال الفن. ينسون؟ ينسون. ليش؟ بس زمن الفن تغير. زمن الفن أيام أبو عدنان، أيام الأولية، مو الحين. اللي حاز بخاطري وأقولها على الهوى، أعمالنا برمضان هالسنة الكبار المنتجين وينكم عن هي شعيبي؟ ليش هي شعيبي تروح برا؟ أنا جبت ترند بكلام أصفر، جبت ترند بالدراما، الفرية أكثر من ترند مشاهدة. فالظاهر ما في ثقة بهي شعيبي إنها تقوم في دور الدراما الحزين الجدي. نقول الجدي يعطون الغريب وبنديرتهم قاعدة. ليش؟ تشيكوا على اللهجة، تشيكوا. وفي ناس تقول الأجور عالية، شنو أجورنا؟ عالية؟ إذا ما أنتوا راح تسوقون المحطات هم بسامينا، والحمد لله أنا مرغوبة في كل المحطات، في كل المحطات. أنا من لقائك اليوم وأقولها على الهواء، أناشد وزير الإعلام وأقول التفت حق بنات الكويت شوية، وزيرنا، وشوف إحنا وين فيه. يبدون علينا الأجانب بلكنتنا المكسرة وبلبسنا، يبدون علينا الغرب وإحنا قاعدين ببيوتنا. ليش؟ ليش؟ ليش أنا أروح برا أشتغل برا لأن ما حد راضي يبنى؟ عشان والله السعر، ولا عشان ما نعرف نمثل الدراما؟ أنا جبت ترند بكلام أصفر على محطة MBC وأقولها، أقولها أنا يعني، ولا أخاف من أحد أقولها، لأن أنا مقهورة من داخل. مبين لما الناس تقول وين هي شعيبي، وين هي شعيبي، وين المنتجين الكويتيين والمنتجين اللي في الكويت عن هي شعيبي؟ قاعد يعطون اللي مو كويتية بطولة 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 بطولة، وإحنا قاعدين ببيوتنا. ليش؟ في ناس للأمانة تستاهل صح الكبار إنها تأخذ البطولة، ما نقول لأ، لأن هم عاشوا هني بالفن نفسه الكويتي، ما نقول لأ، عسى الله يوفقهم. آمين يا رب. لكن أنتوا مو تيوبون ناس تتكلم مكسر وتحطونها، وإحنا بناتكم قاعدين، وإحنا ما نرضى عليكم.
ما نرضى عليكم احنا، يعني اي احد يقول عنكم شيء نقوم ناكله ناكله، ولازلت انا ما ارضى على الكبار ابدا. لكن انتم لما تيون تبون فلانه وعلانه وفلانه، وانتم تدرون البنت هذه يعني قاعده ببيتها قاعده تنطر احد يدق يقول يلا تعالي معانا يلا شنو فيه. انا في منتج قبل فتره يعني قبل فتره دق والله احنا اللي بنعطيك هالسعر، والله هذا 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 يعني هذا هذا سعرنا. لا حبيبي، تلفزيون الكويت يدفع ويعطي، تلفزيون الكويت يدعم، وسعره ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اشكر حسن البلام ابو علي مليون نعم، احمد دوغتشي حبايب قلبي مشاري اكيد، انا اللي مني الغلط لان انا فعلا كنت كلها مسافره برا، عندي مسرح برا في فتره التصوير اللي هم كانوا فيها في بلوك غشمره، وكنت اعتذر 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 لان انا فعلا كنت موقع مسارح برا. فهي حلقه نزلت معاهم، لكن الحمد لله شنو كانت الحلقه حسن ما يقصر معاي ودائما يسال عني، وحتى في المسرح يقول لي تعالي. لكن الباقي شو السالفه؟ وصلت رسالتك لهم ان شاء الله. إن شاء ارجع الله. حق تربيه عيالك مره ثانيه، ابي هيون الام على شنو تربين عيالك؟ شهاده اول شيء، الشهاده ثاني شيء يعني الصلاه في نهاني كلها وشني على فهود. لا تطقينا لا تطقينا لا اطق على الصلاه. ابي عيالي يكونون على قلب واحد، تكون شهادتهم معاهم، شهادتهم هي سلاحهم في الدنيا، هي ظهرهم. وكل اللي يسمعوني من بناتي وفانزاتي، أنا أحب أنكم تكونون يعني شهاداتكم يمكم هي سند وكملة ولحد يوقف بدراسته. أحب أن يكونون منظمين مرتبين في حياتهم، يسمعون كلامي كلام أبوهم. ما بعيالي يطلعون من الجيل شوية اللي نشوفه، طبعا مو كل الجيل، إحنا الحين في مرحلة خطرة علي وبقولها بالله ما يعني، الله يعطيهم العافية مباحث الكويت الداخلية مو مقصرين، لكن في أشياء جديدة قاعد تطلع قاعد تذبح عيالنا، ما ندري شنو هي ما ندري. هالشيء هذا كل الأمهات يعانون منه من اللي أنا قاعد أشوفه برا. فأقول لهم دير بالكم على عيالكم، تشوفونهم بحالة غريبة لا تسكتون، في شيء قاعد يسوونه لا تسكتون، لا يروحون من جيسكم اللي راحوا وايد صح، دير بالكم عليهم دير بالكم عليهم دير بالكم عليهم. الله يرزقهم ان شاء الله يا رب الصحه والعافيه ويحفظهم ويحفظ الكل ان شاء الله. هيا انا بغير الجو شويه، شنو هواياتك؟ طبخ، مذيعه جميله، بس يعني احب الطبخ احب الاغاني كذي. اوكي، شنو علاقتك بالسفر؟ اوه وناسه ولا ممكن أسافر يا دبي يا السعودية يا بيروت، وارجع حق مقابلاتي شغلي يعني سفرة وناسة توني جاية من دبي. أنا أموت على دبي أنا وعيالي، أحس إنها أمريكا العرب، فما أخاف يعني. أنا بأتلانتس ضاع جمال، 10 سكورتي جايبين لي جمال والله العظيم، لو بأمريكا كان خذوا ولدي وقالوا كم تدفعين. هيون شنو علاقتك بالكتب؟ لا الكتب كتب الطبخ أقرأ، وأكثر شيء أقرأ كتب القصر. أوكي حبيبي أبو داود نسلم عليه وايد. يا حلوة الخامس لا يطوفكم. شنو علاقتك بالقهوة والهدوء؟ لا القهوة أشرب وايد قهوة، ما كنت أنا شريبة قهوة للأمانة، لكن مع الأيام صارت فيني أعصاب تفكير. أنا قمت ألف أكتب بسرح حقي حق ربعي، كتبت البيت بيت أبونا، كتبت إخوان فهد، والحين كتبت بنات بالمعسكر. وقصة عندنا اسمها بنات حنظل تلفزيون. فيعني قمت أشرب قهوة. الله يوفقك إن شاء الله يا رب بكل شيء. الله يسلمك وينولك مرادك إن شاء الله ويبعد عنك إن شاء الله هالحكي وهالكلام طيب وحبيب حبيبتي. الله والله جاهزة؟ شنو بعد بنقول؟ بنلعب شيء جديد وشيء قديم، خلينا نشوف راح تذكر. إيش تبين الحين ورانا سحور؟ يا دوب انا لقمه الفطور بعد ما تهضمت ولين يبا احنا هالسكر انا ويا ريلي. بسم الله عليكم عيد الشهر حبيبي، اطلب لك شيء في ديت هالكشره. هيون بسمعك مقاطع وقولي لي كل مقطع شنو تذكرين منه علشان نجمع. طيب هلا بدي احكي مع كلا احكي جاهزه احكي سمعي. ليش عيوني
انت مو تقول شاري البيت مع ثلاثة؟ اي شاري البيت مع ثلاثة. البيت المسكون الجزء الأول 1996. السؤال يقول أثاث منو اللي تسولفون عنه بهالمقطع؟ أول شيء نقول الله يرحمك يا عمي غانم الصالح. الله يرحمه برحمة الواسعة يا رب. الله يرحمك ويغمد روحك لينا ويرحم خالتي مصلاح. الله يذيك الأيام يوم بالبروفات ما أنساها يجيب لنا مطبق الكبة وأنا وعبد العزيز المسلم تهاوش عليه. الله يذيك الأيام يوم يحط الشكليت بمخباته ومديدي بمخباته وأبوق الشكليت وانحاش. الله يا حلاتها من أيام. الأثاث كان أثاث بيتنا البيت المسكون. فكنا ناقز ونلعب عليه يقول فأرد عليه أقول له أنت مو تقول شعري الأثاث مدري شنو. فالأثاث كان أثاث بيتنا البيت المسكون. ها؟ لا ها؟ الأثاث كان أثاث أبو أهل البيت المتوفي يعني الأبو المتوفي. إيه؟ أثاث البيت المسكون. إيه صح تحسبونها صح؟ إيه لا صح. أثاث البيت المسكون. أوكي. لأن أبوي فارش البيت. أوكي. فارش البيت حتى في جملة أن الأثاث أثاث راعي البيت نفسه. أيوة. إيه؟ صح إيه. ها أنتوا شو عارفلكم؟ أوكي بس حبينا نتأكد من المعلومة. لا هو أبوي شاري البيت مع أثاثه. أيوة إيه إيه أوكي. ألو. تبون شيء برا؟ إيه نبي التفصيل المقطع الثاني. شنو هالعمل؟ ما سمعت عدل. هذه مقدمة أغنية. مقدمة أي مسلسل؟ تبيني أسمعك يا مرة ثانية؟ أي والله يا رب. يلا هذا قديم. أي بس مو إحنا فيه. أنا فيه؟ مسلسل عبد الله البري وعبد الله البحري. قول والله الله اول عمل اشتغلت فيه. ايوه شو اخبارك؟ ايوه ايوه ايوه. شو تقولين حق هيا اللي كانت بهالعمل كنصيحه لايامها الجايه؟ يا ريت ترجع بهالعمل وتعيد ذكرياتها مليون مره وتحاسب نفسها مع اللي اشتغلتهم مليون مره. يا ريت يا ريت يا ريت. المقطع الثالث. حبيبتي صفاء إذا مو عاجبك الأكل نقول حق الطباخ يغيره. يعني أنا أحب الأكل. إيش تحبين أكثر شيء؟ تنوع الأكل عمي وخصوصا لحوم البزاع. هذا مع عمي أبو خالد. بس العمل نسيت اسمه للأمانة. لحظة ما أدري. لا صفاء أنا أقدر أقول لك لأن سؤالي مو عن اسم العمل ولا السنة اللي نزل فيها. أقول لك هو مسلسل بيوت من ثلج. صح الحلقة صح. التاسعة. العمل نزل في عام 2002. شكرا. شنو كنت قاعدة تاكلين بهالمشهد؟ عيش دياي. أوكي أوكي برافو. ماكو غيرهم بالأعمال كلها. بشنو كانت المسألة؟ أنا مذاكرة شماكلة علي. شنو؟ لكن الأعمال اللي زالت للحين يطلبون مطعم عيش دياي. بشنو كانت المسلسلات بذيك الفترة أفضل فيه من مسلسلات اليوم هيون؟ الكتابة وايد كانت حلوة ككوميديا. ما أتكلم عن الدراما. قبل بهالأيام هذه علي كان في كوميديا، كان في ناس تكتب كوميديا. الحين ناس وايد اتجهت إلى الدراما وخلوا كوميديا. ممتاز جدا. جاهزة؟ جاهزة اربي. اقول ايش دخلت عليها الدار لقيتها قاعدة وتفقش بثيابها وفرحانة كأنها بزر. هذه المرة الثانية اللي الفرية. ايوه الفرية. بهالمشهد هذا شنو كان لون لبسك؟ غامج. مقمش. مقمش لونه يا بنفسجي يا اخضر. ايوه بالضبط صح. طبعا مع ماما حياة. ادراك ماما حياة انت ملكه. شلون التمثيل مع عمالقه المجال؟ وناسه ولا حياه بعد يعني انا لان ساده سعد ما اشتغلت معاها وايد يمكن مشهد بحياتي لكن يعني اتمنى اني اشتغل مع ساده سعاد. اكيد ام طلال وماما حياه لها جو كنا وياي هي نطبخ نقعد وناسه. ايام الفريه ماما حياه كانت تطبخ كنا مأجرين اشهر قاعدين مزارع الوفره. كانت ايام جميله 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 جميله. ممتاز. احنا نقص وهي تطبخ ونخلص تصويرنا باللحق نروح الشاليات عشان تيمع.
الله يحفظكم ان شاء الله يا رب. سلمى حفظها ويخليها لنا ان شاء الله. اللهم امين. ام سوزان الغاليه العزيزه الله يحفظك ويطول بعمرك وديمين ان شاء الله يا رب. هرم فني نفتخر ونعتز فيه دائما. واوجه تحيه حقها وحق بنتها روزانة اكيد. الملح وقبله السمار شكليت حلاوه ويخلي لها احمداني ولدها حفيد ماما حيات حبيبي. واقول لهم يعني كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر. روزانة انتي حب هيونة حبيبتي. الله يحفظكم ويديم هالمحبة بينكم ان شاء الله يا رب. المقطع الاخير. هاي هاو ار يو نايس تو ميت يو. طبعا انتي جاية تغنين واكيد احلام تقليد احلام. في في شو اسم العمل؟ العمل كوميدي منوع على الام بي سي. شو اسمه؟ اسمه اخراج نواف الشمري. شو اسمه؟ اسمه اول حرف واي. واي فاق. اكثر شخصيه استمتعتي بتقليدها منو؟ انا احلام. احلام احلام ملكه الملكه طبعا. احبها وايد 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 وايد. واقولها مبروك على بوتيكات اكيد. انزين بس نبي من المبخر كله سولد اوت. ذبحنا المبخر. المبخر الأمانة يعني اهني المصمم الكويتي المبدع اللي صمم هذا المبخر. وشكرا ام فهد ان انت دعمتي شبابنا الكويتيين وانتشر اللي هو قاعد يسويه وعمله وصنعه وفكره من خلالك. مشكوره ام فهد وبرافو حق المبخر. المبخر كله سولد اوت يا علي. اي بعد يعني الشطاره يعني شلون بالله نبي مبخر يوصل لك. انا متاكد ام فهد ما تقصر. ايش تبي تسمعين انا يعني اخر شيء ولا في بعد شيء؟ انت الحين شو مليتي مني تبي تمشين؟ اذا انا بالنسبه لي بسنا احلام. اي اغنيه؟ اخر اغنيه لها شنو هي؟ على كثر الوفا فيني. لا 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 اللي غنتها بالهند طلقه. ايوه اوكي طلقه. لأن انا طلقه. تهدينها حق منو هيون الطلقه؟ حق وايد ناس. حبيبتي يعني قلت لي بغيت تختارين الاغاني يعني 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 المفروض انك تختاري اغاني يكون التون مالها ماشي مع صوتك، لكن مع الاسف انه ما في تون ولا في اغنيه ولا في سونا يا سنسون. ايش سونا يا سنسون يعني؟ انزين ممكن نتعرف؟ للسنة الخامسة على التوالي رأيكم يكون له وقت ببرنامجنا. دش الحين على هاشتاج ممكن نتعرف واكتب السؤال اللي ببالك حق ضيف اليوم وراح نقرأه على الهواء. رجعنا معاكم على الهواء مع الغالية العزيزة الجميلة هيا شعيبي اللي بخاطرها تاكل سباجيتي. هني وعافية إن شاء الله يا رب. وعلى فكرة ترى يعني مطالبة أني أذوق طباخ من يدك. والله تعال حياك الله بأي وقت. والله العظيم لأنه يعني أدري مبين النفس على الطباخ محترم يعني. أي لك هني بعد راسي ما قصرتي والله. بامية. ما الله بامية إيه. لازم من هذه قبل هذه. تسلم لي عيونك هيونة. شنو الشيء اللي إذا بدر مني راح يخليني أخسر صداقتك؟ أجامل. مجاملة. إذا جاملتك طبعا. لا جامل. خليك صريح معاي لا تجامل. أنا في وايد ناس خسرت صداقتي هالفترة هذه اللي راحت. لأن عطيتهم قلبي أحبهم أموت عليهم. ماكو ربع ما يختلفون بتليفون بكلام. بس اللي غث إن أنا صار بيني وبينك شيء. فأنت تروح تجيب طاري الموضوع عند مجموعة ثانية والمجموعة توصل بطريقة غلط حق مجموعة ثالثة وربع. خلاص إحنا ربع تكلمنا بالتليفون مع السلامة مع السلامة. صح. فأنا وايد أحب ناس وللحين أحبها وللحين أموت عليها وأتمنى أن نرجع مثل قبل لأن خلاص كل واحد عرف الغلط شنو. صح. بس ما راح أرجع هيا الأولية. إيش كثر تغيرت هاي خلال سنة هيا؟ وايد. أكثر وأبرز شيء تغير فيك شنو؟ صداقة. صداقتي مع الناس. مو نفس قبل صداقتي مع الناس. خلاص بس تعلمت وايد دروس تمليت تعبت وأنا أعطي من قلبي وأوقف مع الناس وادعمهم من قلبي بمشاريعهم وبحبي لهم سفراتي روحاتي ياياتي. انزين تذكروا طيبي تذكروا مواقفي. ليش يعني ليش الكلام الزايد؟ ليش الغدرة الزايدة؟ حرام والله حرام. هل الكوميديا حطتك بإطار واحد مو قادرة تطلعين منه هيون؟ لا لا ارجع واقول لك كلام اصفر. ممتاز جدا هيون. شو تحبين اكثر الدولمة ولا ورق عنب؟ بس قبل الدولمة ورق العنب أبى أقول لك شيء أبيك تكون صريح معي فيه. عيوني قولي. مشاهدة كلام أصفر الريت اللي خذوه ما أدري سمعتوا فيه أو لا؟ سمعنا عنه. هل بعد كلام أصفر في وصل ريت كذي نفس المشاهدة يعني تتوقع؟
على حد علمي احنا الحين في رمضان, فالريت ما كان ما راح يكون واضح الا بعد رمضان, بعد رمضان. ولكن كلام على عمل كلام اصفر, والله البدليه كلام على اصفر. العمل هذا كلام اصفر لما نزل تسيد وخذ ضجه كبيره وصيت جدا عالي وردود افعال جدا ايجابيه. طبعا انا احب اشكر المؤلفه الجميل الجميل الجميله مريم. مريم صحيح, مريم نصير. دقي علي لان رقمك ضاع. وأحب أشكر هيونة هياوين أكيد. عبد السلام أكيد. اللي لها موقف كبير. وأحب أشكر شركة سنيار أكيد. نوف الروضان الغالية, نوف الروضان وهم أنت حياتنا لهم, أنت كلهم. بالقمة يعني عندي, يعني أحبها وايد لأن نوف تقعد وياك تأخذ وتعطي وبنسوي كذي وبنسوي كذي, ونوف مادة إيدها للكل. عزيزة وغالية نوف. أمس كنا باتصال وياها وعزيزة. عزيزة وغالية والله ما قصرتي نوف على كل شيء. هي عبد السلام يعني كانت مصرة على هي شعيبي. تستاهلين هيون. أي والله تستاهلين. لما الناس تصر عليك لأنك تستاهلين والله العظيم, وقدروا إنه يكتشفون فيه جانب وايد حلو والحمد لله إنه قدر نكتشفه فيك. بالنسبة حق السؤال اللي سألتني يا دولمة ولا ملفوف, أنا أحب دولمة 90. شنو؟ دولمة 90. شنو يعني؟ هذا عندي أكاونت خاص فيني. أوكي. دولمة 90 تسوي كبة ورق عنب لا يطوفكم للأمانة. أنا لأني قاعد أخليها تطرش لكم بالمرينة. قاعد أدعم المشاريع المنزلية وقاعد أدعم المشاريع فعادي عليك بالعافية روحي. هنا بعد كبة صغيرة أخي نسيت اسمها بس موجود عندي بالإنستغرام. كبة صغيرة مني كنا نفوش يهبل وعندنا جيمات بيتمها. هذول لازم انا لازم كبب ام علي. ام علي ما عندها كامت مره كبيره بضحك صباح السالم تبيع كبب بس خطيره. تحبين بومبو ولا توته في المريخ؟ لا احب صار ايش فيه بومبو بنتي فاطمه وتوته بالمريخ سكينينه. صدق؟ اي والله العظيم. اوكي لا انت راح يصير كنا بين عيالك الثنتين. لا خلاص 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 خلي سؤالي ولي يا الله. تحبين الخواتم ولا التراشي؟ احب البس بس يعني ها. وين وديتيني هيون؟ شخباري بلوس باستيان؟ شخباري بلوس باستيان. انزين ان كنت في خطر ما ياتي بالحال اليك. صدقيني ما يعني بلوس باستيان ما سواها خليجي كذي على قاع. ما صارت. لا بعد احب واحد ثاني. منو؟ قوي حده قوي راح تضحك. منو؟ الليث الابيض. الله الله الله. اي تدري هاني شو احب؟ ورب الكعبه احب باي درانجايزر. منو؟ درانجايزر. منو هذا؟ درانجايزر. جراندايزر. جراندايزر. هيون نرجع حق الاسئله, الخواتم ولا التراشي؟ انا احب التراشي. انزين المسلسلات ولا الافلام؟ الاثنين. اختاري واحد حبيبي. او هي اسمها اللعبه شو تحبين اكثر؟ اوكي الافلام. اوكي كتكات ولا بنجوم؟ لا كتكات طبعا. شنو بنجوم شو اخباري؟ اغاني عربيه ولا اغاني خليجيه؟ لا هذه ولا هذه. ايش تسمعين؟ بوب مارلي. ها؟ اي والله. انت تسمعين بوب مارلي؟ طبعا. جيت اب ستاند اب. اوه اوكي. اي واحب اغنيه كاليفورنيا. Such a little place. اوكي. لا ترى قاعد كتشفيك علي. لا يعني حلو قاعد اتعرف عليك بالعكس. وناس انا احب اسمع اكثر شيء اغنيه ما هذه البادي جارد. اغنيه بادي جارد. فيلم ذا بادي جارد؟ ايه مالت ويتني هيوستن. ويتني ويتني توتنتنا ويتني وينها ما ادري وينها. الله يهداها بس الله يهداها. ويتني يعني ما ودي اضايق خلقك بس ماتت. صدق؟ اي والله. باكر العزة عندي. هيون ليجند سووا عليها لويا الاخبار كلها تكلمت عنها. ادري انها ماتت. زين هيون احمر ولا ازرق؟ شنو؟ احمر ولا ازرق؟ البر ولا البحر؟ بحر. الماي ولا اللبن؟ لبن. السفر بالسيارة ولا طيارة؟ طيارة. يلا احنا جاهزين. تلحق ما تلحق. يلا هيون بنجمع نقاط بنجمع نقاط بنجمع نقاط كثر ما نقدر. راح اسألك اسئلة وكل سؤال عليه 10 ثواني. كويكلي كويكلي حبيبي. سهول. بتلحقين على السباجيتي مالك. هاني قلت لهم مسوي سباجيتي. اوكي اوكي. شنو هي عاصمة استراليا؟ كانغر. لا لحظة. ما نقط ما نقط والله العظيم ما نقط. شنو هي عاصمة استراليا؟ لحظة عطني اختيارات. الله يخليك. ما عندي اختيارات. شخبارش فكر واربح. لا ما عندي اختيارات والله. شنو استراليا هاني؟ شنو عاصمة استراليا؟
سدني سدني. حتى هاني غششت غلط. اه شنو هذه؟ كاميرا 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 كاميرا. شنو معنى كلمة خنوع؟ شنو؟ خنوع. ما ادري. لا ليش اسئلتك صعبة؟ لا ما يصير. ايش تبين؟ ايش قمتي لي؟ هيون؟ لا ما قاعدة اشوف قاعدك. لا لحظة. شنو؟ شنو قرقيعان؟ حفلة قرقيعان؟ وين السحر؟ اوكي كملي كملي. قطي 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 على برنامجي. قطي قطي قطي. شنو خروع مشقال؟ شنو قلت؟ خنوع. عطي لحظة الله يخليك. وغلط عيونه. اوكي. عطونا يعني شي نقي. اوكي. معنى كلمة خنوع هل هي؟ هل معنى كلمة خنوع هي اوكي ايه؟ اخذي من ثلاث اختيارات اللي بحط لك اياها. اوكي القوة ايه؟ ام التسامح ام الخضوع؟ خضوع. اوكي صح. ايه اكل نعناع الحين. بس هذه على فكرة عليها اختيارات. لا يا معود لا تعطيني هيون، يعني بعطيك عملية حسابية احط لك اختيارات عليها. شلون انا قلت لك وين السحر وين اللي هذا؟ 66 ناقص 30 ناقه ناقص 30 زائد 15 عنده دهتني 66 ناقص 30 ايه راحوا 66 ناقص 30 صار 26. شلون 16 شلون كم هيون 66 ناقص 30 شلون صار 6؟ لا افصل الكهرباء. احنا متعمدين نحط اللي عد عشان ينرفزك. لا يعد عشان لا افصل الكهرباء. انزين هاني غششني. ايش فيك قاعد بس هاني؟ هاني بصفي اليوم. هاني بصفي. ايه هاني الله يهداك. بس 66 يلا حبه حبه. 66 ناقص 30 66 ناقص 30 66 ناقص 30 26. شلون شل 66 ناقص 30 6 هيون لحظه. لا كم هوني عليك الله. هيون 66 ناقص 30 36 36 اي 66 ناقص 36. انتم ما سمعتوني. زين زائد 15 15 على 36 اي. قرب الميكروفون قرب الميكروفون هيون. الو 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 اي 36 حط عليهم 15 36 هذه 10 صاروا 40 و5 و6 كم؟ 5 و6 وكم؟ 51 51 والله راح احسب لك اياها صح هيون. كم دقيقة تنام الزرافة باليوم؟ كم دقيقة تنام الزرافة باليوم الواحد؟ كم دقيقة؟ اي تسعة؟ تسع دقايق صح. تنام تسع دقايق مقسمين على ثلاث مرات تخيلي. بقول لك شغلة. الزرافة الحين في مكان تروح تدش داخل بمطعم يوكلونها لوادم. وين هالمكان؟ اي ما ادري وين. بأي ديرة؟ بأفريقيا. بأفريقيا ايه. لازم نروح أفريقيا أنا وياك. أنا ملكة أفريقيا وأنت المساعدة مالتي. هيون السؤال اللي عقبه كم عدد حلقات مسلسل عبد الله البري وعبد الله البحري؟ لا اكثر من 30 30 ممتاز جدا. اوكي يقول عبد الله طارق. مين عبد الله طارق اللي يغني؟ عبد الله طارق اللي يغني طارق الخريف يا شايل الضبيه بين. اوكي يقول عبد الله طارق اشغلت بالك صرت انا كل كونك. تعرفين الاغنيه ولا ما تعرفين؟ لا. اوكي يقول عبد الله رويشد ليلمني دفا حضنك وغفت عيني على صدرك. كم لي اي على صدرك قلت بعدين احس اني ها لا شنو احلفك احلفك لا تقعدني. احلفك لا توقظني. اي هذه هي لا تقعدني. شنو اسم بيت الدياي؟ بيت الدجاج. شنو اسمه؟ عطني اختيارات. والله اخر مره والله العظيم ما عندي. انت يا ابو يبهه. بيت الدياي عشاء لا شنو عريش قن قن اوكي قن. ما هي الهيجاء؟ واحده كلها تهاوج. ترى صح لو بتفكرين. كملي ليش يعني كلها تسوي شنو يعني شنو مشاكل يعني كلها حرب يعني حرب. ايوه برافو بالضبط معناها الحرب. شنو الشيء يلا 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 خلصنا خلصنا خلصنا. شنو الشيء اللي يدور على البيت بدون لا يمشي؟ يدور على البيت بدون لا يمشي بدون ما يمشي الرادار. لا ها يدور على البيت بدون لا يمشي تاير ها شنو تشوله تخيلين شو لك قاعدة تدور على البيت؟ ما أدري. السور السوري والسور السوري يدور على البيت بدون لا يمشي. السؤال الأخير هيونا كرري وراي ليرة ورا ليرة. ليرة ولا ليرة؟ قرب الميكروفون. ليرة ولا ليرة 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 ورا ليرة ليرة ورا ليرة ليرة ورا ليرة 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 لير
ليرة ولا ر... خلي اسكت هذا افصل الكهرباء يلا فصلتها ها لا ليرة ولا ورا ليرة ليرة ورا ليرة طاقة تسمعنا هنا طعو ليرة ولا ورا ليرة ليرة ولا ورا ليرة ريالي اخ يا عيون اخ مالك حل مالك حل مالك حل والله الليرة ورا ليرة وصلنا وصلنا شفتوا اللي قاعد تسمع شفناها وصلنا حق الفقرة الأخيرة جاهزة الله 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 وخر طا 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 طبعا يا جماعه كل هالتعليقات اللي قاعدين تسمعونها لان احنا عندنا كاميرا عندنا شاشه داخل الاستديو تراويننا منو عند باب الاستديو برا فهيونا قاعده تعلق على اللي برا ها شنو ايه تعال احط راسك هنا اوكي هيون نروح حق فقرتنا الاخيره ممكن نتعرف الحين راح يبين اذا تعرفنا على بعض عدل ولا... جاي بطل الباب ابا قاعد يصوروني صدقون هيون مساء الخير احنا على الهواء يبا هيون قاعد يسلمون علينا وادم اهلا وسهلا حياهم الله هيونا يبا ركزي معي هني اخر فقره في البرنامج وصلنا لها واتساب هذه الفقره بكل بساطه راح اعطيك خمس معلومات عن نفسي انا علي نجم انت على حسب معرفتك فيني ايه هل تخمنين ان هذه المعلومات صح ولا خطا بعدها انت يعطيني خمس معلومات عن نفسك وانا لازم اخمن على معرفتي بهيون اوكي اوكي على النجم اوكي يلا اوكي معلومه الاولى تقول خذيت كورس لغه انجليزيه شهرين بلندن لما كنت بالمرحله الثانويه كذاب صح كذاب والله صح كذاب صح تخرجت من الجامعه بخمس سنين اوكي بس مو اكيد شو تحسين اي ولا لا كذب لا مو كذب تخرجت بخمس سنين صدق ولا اي انا كانت عندي سنه تمهيدي يا شاطر بعدين اربع سنين درست فيها تخصص ترجمه ولغويات انجليزيه خذيت الليسن عقب ثلاث شهور من ما كملت ال 18 صح صح لان اول ما خذيت الليسن شهر ثلاثة كان وقت امتحانات الفاينل امي وابوي الله امي وابوي الله يرحمه قال لي لا انا قبل اخذ الليسن دشيت بخمس سياير والمصحف الشريف وقت السيارة أنا وموضي بنت خالتي أي. يوم كان بيتنا بالسالمية وكان كان شفر عنابي ودشيت بخمس سيائر قبل لا أخذ الليسن ويا أبوي من عطري أوكي حلوين للحين أنت ما أخذ ثلاث معلومتين صح معلومة خطأ أوكي. ما أحب المعكرونية ولا أحب الباستا كذاب 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 بي من قذلتك إيش فيها هالقذلة هذه مأذيتكم إيش فيها مأذيتكم إنزين أحب الأسود باللبس أكثر شيء صح صح بعد أشكره اليوم واضح أشكره حلوين هيونا أربعة من خمسة مارك. أربعة من خمسة معلومة واحدة بس ما صدتيها أوكي أعطيني خمس معلومات عنك الحين أنا لازم أعرف إذا أنت كذابة كذابة ولا مو كذابة أوكي أحب الماركات كذابة برافا أنت أبسط وأحلى من أنك تحبين الأشياء اللي فيها فخفخة برافا أحب الطقطقة أوه من قلب هيونا بالمكان اللي هي فيه لازم في أماك في رقص وغاني وطقطقة وناسة تحبين صح؟ أحب البخور إيه تحبين البخور وايد قاعدة أسهل لك ها؟ تحبين البخور وايد صح معلومة صحيحة أحب أسافر وايد قبل شوي قلتين تحبين تسافر وايد بس بعد عمري ما تقدرين كله عندك شغل فمعلومة صحيحة أحب اللون الأزرق اي لان لما خيرتك بين الاحمر والازرق اخترت ازرق لا احب البنفسجي اوكي اخر معلومه هيون احب السباحه تحبين السباحه اوكي صدقين ما سولفت وياك عن الرياضه ابدا 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 شو فيك مع انه وزنك زايد علوي وايد زايد ايه عادي متزوج خلاص بس اي بس اي تحبين السباحه ما احب السباحه صدق اخ لو شايفك هاني انا لا والله ما احبها اوكي هيون فزتي علي انت خذيتي 4 من 5 انا خذيت 3 من 5 هيا هيون اذا كان الشخص اللي قاعد تسولف معه حاط ايده بمخباته ومنزل راسه شويه فهذا دليل على احساسه الكبير بالندم ما ادري شنو الموضوع اللي قاعد تسولفون فيه بس الريال جد ندمان ممكن نتعرف عدسات انستيزيا اختيار المشاهير الاول
أغلب الناس يظنون أن إذا الشخص اللي قدامك وهو يسولف لمس خشمة فهذا دليل على الكذب. ممكن نتعرف؟ هيونا، يسعدني أني أقول لك بأن على البث المباشر في اليوتيوب أنت اليوم سجلتي أعلى رقم مشاهدة من أول ما بلشنا برنامج ممكن نتعرف، بمشاهدة أكثر من 3550 أحبكم أحبكم أحبكم. تستاهلين هيونا، أعلى نسبة مشاهدة على اللايف ستريمينج باليوتيوب جابتها هيا شعيبي اليوم من خلال استضافتنا لها في برنامج ممكن نتعرف. تستاهلين هيونا، والله تستاهلين، والله تستاهلين. شال دموع، دموع فرح، الله يديم عليك محبة الناس هذه كلها، والله تستاهلين هيونا. هذا المعلومة توا قالوا لي إياها لأن وصلنا حق آخر فقرة في البرنامج وخلصنا يعني. صج بو يبها. صج عنده الأرقام، عنده الأرقام. صج والله. هيون، من هاشتاج ممكن نتعرف، الهاشتاج اللي تقريبا وصلنا إلى يعني عدد كبير من الأسئلة على هذا الهاشتاج، راح نحاول نختار منهم الأفضل. يعني. ما يخاف، عطنا خمسة أسئلة حرام. حاضر حاضر. محمد يقول لماذا لجأت هيا للإنتاج في عمر صغير؟ هل بسبب الرغبة في البطولة المطلقة التي لم تحظى بها إلى الآن في أعمال ليست من إنتاجها؟ صح كلامه. صح كلامه، صح كلامه. ويعني طموح اني بعد انتج تلفزيون، لان انتجت عمل مع ام بي سي بيتي الثاني اللي هو تشلثة مميثة، ووقفنا لوفاة والدي وامور وايد كثيره. وثاني شغله انا ما قاعده القى دعم من منتجين، انا توني قاعده اقول هالكلام خصوصا للاعمال الكوميديه. صح، معلومه صحيحه. هني حور تقول هيا اسف وين راحوا الاسئله، وين راحوا الاسئله يا جماعه؟ لا تسولفون بالجروب وانا ماسك التليفون. خليتوني أبطل الجروب وأنا قاعد أحاول أقرأ. هيا، أكثر مسلسل تحبينه وقريب لقلبك وعمل سويتيه وندمتي عليه؟ هذا السؤال من حور. مسلسل قريب من قلبي الحين حاليا كرام أصفر، هو اللي قريب من قلبي في الدراما. بالكوميديا يعني للحين ما سويت عمل كوميدي، كل أعمال الكوميديا الحمد لله أحبها. لكن هم في مخرج قريب من قلبي وأحب أتعامل معاه، اليوم أمس منزلت له أوس الشطي. أتمنى أنه يخرج لي عمل في الكويت، أمنية حياتي. وبالنسبة حق عمل ندمت عليه قلته توا، كيوت. أوكي أي. ممتاز جدا. هني في سؤال منورة حبيبة الكل هيا شعيبي، سؤال لي هيا بما أن هي تدور مسرح، أسألها ليش ما نشوفها تمثل مع حسن البلام في مسرح البلام؟ بلى والله العظيم حسن كلمني كم مرة، لكن هالمرة جروب حسن كله شباب. وأتمنى أني أشتغل مع حسن، حسن وايد طيب وايد يرشد. حسن حاليا هو مثل المدرسة حق الشباب. بس عشان نصلح، حسن مع زهرة عرفات ولولو الملة معاه الاثنين. اي بس العنصر اللي زياده معاه هو العنصر الرجالي. شباب صحيح يعني. صحيح شباب شباب صحيح. بالعكس يعطيهم العافيه. زهره عرفات رفيجتي حيل وايد احبها، لولو بعد كوميديه، لكن يمكن انا ما لي دور مع حسن هالسنه، ان شاء الله يكون لي ان شاء الله يا رب. اذا انعرض عليك راح توافقين؟ طبعاً هذا حسن، ما حد يقول له لا يعني، بالعكس حسن وايد صديقي وايد اخوي حسن، وانا وايد احبه ويستاهل بعلي. أيوة اكيد. شيء ما تقول ليش الفتره الاخيره قامت هيا شعيبي تركز على السوشيال ميديا اكثر من الاعمال الكوميديه؟ عطوني الحين شنو اكو غير السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا قام يسوون حتى مسلسلات على اليوتيوب. صح، يعني خلاص الحين عالم السوشيال ميديا هذا ما منه مفر، لا حد يقول لي ايه او لا. صح، ولا حد يقول لي السوشيال ميديا لها وقت وتنتهي. مش لا يا عمري، السوشيال ميديا كل مالها وتتقدم وتتقدم وتتقدم. صح، السوشيال ميديا قاعد توصل لكم اخبارنا، توصل لكم ان احنا للحين موجودين. السوشيال ميديا صارت اعلاناتها اكثر حتى من المحطات العاديه. صحيح صحيح. اخر سؤال من مريم، اكثر ممثله مصريه ضحكتش منو؟ للحين انا قاعده اشوف هذه البنت اللي اسمها شيماء سيف، قمه. صحيح، قمه. لكن الامانه فيفي عبدو احبها، فيفي عبدو اعرفها وتعرفني، حتى شفتها مره في افتتاح لبيردي، كان انا طفت يعني، مو خفت يعني شويه، انها مره كبيره ما سلمت عليها، خفت ما تعرفني او شغله، انت يا بنت بتمر كذا ولا بتسلم ولا فيها كويتيه اللي شايفه حالك انت؟ كان اقول حبيبتي والله العظيم انا عبالي ما تقول مين اللي ما يعرفكش يا كوميديا سمرا انت. اي ويعني حتى رامز جلال ترى صديقي حيل يعني. وبالعكس اقول الله يوفقه وايد احبه. لا، وممثله الكوميديا المصريه بلا فيه شو اسمها اللي قلت لي عنها؟ بدرية طلبة. بدرية طلبة رفيجتنا حيل حيل حيل. صح
اي بدري اطلبه قاعتي الكويت عن طريقنا بعد يعني. الله يوفقكم ان شاء الله يا رب كلكم. عطنا اخر سؤال لا تزعلهم. اخر سؤال اوكي نشوف لك اخر سؤال بالجروب. من الاختيارات اللي اختاروها فريق الاعداد من الاسئله اللي واصلت لك. اخر سؤال سؤالي هيونة، شنو اكبر مصيبه مرت عليك في حياتك وشلون تعايشتي معاها او حليتيها؟ اكبر مصيبه يوم السجن ظلم لا ماني قادره انساها والحمد لله طلعت منها. واكبر مصيبه كان خلاف بيني وبين زميل وراح انتهى لكن للحين اعاني منه. أوكي. لاني احب هالزميل هذا. هيون قلبك كبير، روحك حلوة، تملين المكان سعادة وضحكة وين ما كنتي موجودة. تعرفت عليك اليوم ببان ثانية، اليوم أول مرة أعرف هيونة شلون ساعدت أمها، اليوم أول مرة أسمع عن أبو هيونة بشكل أكبر وبشكل عميق. تعرفت على هيونة الأم، تعرفت على هيونة الممثلة، تعرفت على هيونة الكوميدية، وتعرفت على هيونة الطموحة اللي عندها أحلام تبي تحققها. والله العظيم اليوم أنتي غير، تعرفت عليك بشكل ثاني تماما. والله العظيم يوم فهد الله شاهد على الله كلامي. الله يسلمك. هيون استراليا ها عاصمتها كنغر. هيون عندنا استفتاء نبيك تسوينا ولا على تمر؟ يقوله الحين يوصلك الاستفتاء، جاوبي عليه، ماكو شيء تضغطينه على الشاشه يبا، بس تجاوبين على الاسئله بصوت عالي علشان يتم تسجيلها عندنا. اول وحده رائعه. اوكي اللي هي كيف كانت تجربتك اليوم بشكل عام؟ اكثر من رائعه. شكرا. اعطيها 20 ستار. ثانك يو. كيف كان الاعداد والمحتوى؟ 30 ستار. شكرا. كيف اصبحت معرفتك الحاليه بعلي نجم؟ علي نجم الانسان، علي نجم الخلوق. شكرا. علي نجم ماي جامل، علي نجم أستاذ في التقديم. شكرا، شهادة كبيرة هذه منك أم فهد، مشكورة وايد وما قصرتك. هل توصي بنا لصديق؟ نعم. منو تتمنين يكون قاعد على هالكرسي ونتعرف عليه في برنامج ممكن نتعرف؟ منو؟ منو؟ أقول عادي؟ قولي منو بخاطرك؟ إلهام الفضالة. أم فجر تستاهل وتستحق ونتمنى أن هي تشرفنا بالبرنامج إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. شكرا هيونة. هدية صغيرة، عربون محبة، عربون تشجيع، عربون سيارة دعم، تكفى عربون صداقة. إذا سيارة يا رينج روفر يا حاجيك أنت اللي قاعد تنتجي نيوزي عني. أوه ماي جاد، أحلى من الرينج روفر. آه يا الله عليك بالعافية يا الغالية، عليك بالعافية. هذه هدية مقدمة من فريق برنامج ممكن نتعرفه من مارينا اف ام لك انتي هيونة. تهبل. عليك بالعافية، عليك بألف عافية، تستاهلين. وسامحينا على القصور، وايد 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 استانسنا. هيون ايش رايك نشوف درجتك الأخيرة؟ يلا خلينا نشوف درجة هيونة، هل قدرت تدش التوب 5 ولا ما قدرت تدش التوب 5؟ هيونة 102 102 102 102 102. يعني معناته كذي في عندنا أحد سقط من القائمة وصارت عندنا لستة التوب 5 مختلفة تماما. نور غندور كانت جايبة 101، أنت تعادلتي مع هادي شرارة 102، فصرتي هيونة بالمركز الخامس، فصار في عندي اللستة صارت وايد صعبة. داود حسين بالمركز الأول 105، حسن البلام 104، شيماء سيف 103، هادي شرارة 102، هيا شعيبي 102. برافو هيونة. يعني ليش مو فوق أنا؟ بعد 102 هذا مجموع الدرجات، شو اسوي انا؟ منو يحط الدرجات؟ احنا كلنا واحنا قاعدين نجمع كل درجاتك. منو عنده عصايه؟ اوكي هيونة عندها الموضوع، روحي لها الحين. انطر علي، خلص البرنامج بسرعه. خلصنا، مشكوره وايد وما قصرتي، الله يحفظك يا الغاليه ونورتيني، ومشكوره على قبولك الدعوه في الظهور في برنامج ممكن نتعرف هالسنه. شكرا حبيب قلبي والله، واتمنى من الجميع ان يجي البرنامج ويحضر، لان البرنامج جدا مشوق وجدا جميل. شكرا. ويعني ان شاء الله يا رب من هالعلى يا علي، وانت تستاهل انت وجروبك الغالي. تسلمين. واليوم انت اقسمت على شيء انا كنت اتمنى انك تقوله من كل قلبك وتوضح حق الناس انت منو وشنو هالناس اللي قاعد تاخذ اكاونت وتدعي ان انت فلان وفلان وفلان. فسامحني اذا انا دخلت بهالخصوصيه. انت عزيزه وغاليه واختي. انا احب الصراحه، انا عزيزه وغاليه، لان المشاكل ما تيجي الا من فتشة الاذن. صح، المشاكل ما تيجي الا من فتشة الاذن. صادقه والله. فاللي يدعي ان هذا علي نجم، علي اقسم على هالكلام وما له شغل بشيء، وعلي قاعد يجيب الناس كلها، فما يصير انه يذم في ناس هو يجيبهم. صحيح. وعلشان نكون يعني بعد واضحين وصريحين اكثر، انا وايد امشي على مبدا لا تبوق لا تخاف. اي ومتى السحور تيبه لنا اخوي؟ يلا سرينا عيالي بالبيت. يلا سرينا. يلا 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 يلا, يلا سرينا. هيونة نورت، مشكوره وايد وما قصرتي. تم خلاص اغلاق ميكروفون هيونة شعيبي بعد ما تعرفنا عليها ضيفتي باكر في برنامج ممكن نتعرف، الشابه المبدعه
جدا والمتفانية في عملها واللي راح أتعرف عليها بشكل ثاني تماما. على فكرة صار لك فترة قاعدة تنوريني في البرنامج دائما، الفنانة ليلى عبد الله بانتظارك باكر في برنامج ممكن نتعرف. ممكن نتعرف، رئيس فريق الإعداد موسيقي، إعداد دانا سريع وفاطمة العلي، إنتاج فني وسوشيال ميديا عبد الله البكور وعمر العليان، تنسيق الضيوف لينا خداج، فريق التلفزيون أحمد ديكو، حسين غملوش ومصطفى سلامة، تنظيم نادي العلاقات العامة قص، موسيقى وليد سلطان، مقدمة البرنامج كلمات مزيد الحان راكان، غناء آلاء الهندي، وتوزيع براك المطوع. شكرا لفندق ومنتجع جميرة شاطئ المسيلة على استضافة نجوم البرنامج. كل ليلة الساعة 11 ممكن نتعرف، تقديم واخراج علي نجم. ممكن نتعرف وندردش وياك شوي 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 ونبحث وندور ونفتش عنك كل شيء. أشياء ما حد عنها سأل ونبي وعد ما في زعل، الضحكة غايتنا معا في جو خالي من الملل.